هي كتير يا وليه الراجل عيان وراء دي الفضايح دي. ايه يا وليه ما كناش نزغرط البت النهارده هنزغرط لها ايه؟ مستكروش يا ما تحبش. قولي لي عملت ايه في الاوض؟ اكلم لك صابر المنجد ايده تتلف في حرير. اه طبعا ما احنا هنكلمه يا حاجه. اه انا بس بقول يعني ان كده نستنى شويه على ما نتفق يعني على كل حاجه كده. واحنا كل ده لسه ما اتفقناش. بقول لكم ايه احنا نهيص للبت شويه بقى. امال ايه؟ شو وطي صوتك يا وليه الراجل لسه خارج من المستشفى. هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا. وطي ايه بس باش فضايح يا ساعتين يعني. يحيى ابوها وشنابه يحيى ابوها وشنابه ان ما حدش غلابه. والله البيت هينور النهارده هينور. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ارموا شويه تراب على الميه دي عشان حد يتزحلق. والله يا رامينا ومفيش فايده الماسوره لازم تتصلح. تتصلح عشان ابليس في الجنه ماسوره تهي اللي تتصلح. هو في حاجه بتبوظ في البلد دي وتتصلح؟ يلا ربنا يصلح لنا الحال ونخرج منها على خير. على خير ان شاء الله على خير. اتفضل يا استاذ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا حاجه؟ اهلا وسهلا. زرنا النبي يا استاذ تمام. عليه افضل الصلاه والسلام. شرفتنا يا استاذ تمام. اول مره تخش بيتنا. ادينا دخلناه في الافراح يا بنت اهو. ربنا يديمها يا رب. انتوا نزلتوا ستكم عبد الله ليه بس؟ قال ايه؟ صفيه حكمت رايها. قال الاوضه عندي ضيقه وما تسعش قرايه الفتحه. معلش يا حاجه وجودك برضو مهم عشان تملى اليوم كله بركه. النبي يا اخويا دي قله عقل وشحططه. خلاص انا يكفينا شر قله العقل والشحططه. ها نتكل على الله ونقرا الفاتحه. وماله يا استاذ تمام؟ انا يعني بس بعد اذنك حابه كده ان احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان تبصم انت بقى عليهم. لا استنى يلا يلا يا اختي انت وين؟ يلا نطلع بره يا جماعه عايزين يتكلموا كلمتين. راجعين تاني يا حاجه وهنزغرط ونهيص للصبح. على مهلك يا اولاد. يلا بينا. على مهلك يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. مش محتاجه راجل يا ام صباح. مش محتاجه راجل. انا يا استاذ تمام عليا اوضه النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ. قال لك كراكيب من اولها اهو يا اختي. ما يقصدش ما يقصدش. ما نفس السعد يا ابني. خلاص يا استاذ تمام خلاص ما تزعليش. حاجات المطبخ وشويه القطن والتنجيد عليهم. القطن اه عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره والقطن يكون سكيرتو. اه مش اي قط. سكرتوا يا ام سكرتوا ايه؟ سكرتوا ان شاء الله. ها قلت ايه يا صفيه؟ موافقه يا استاذ تمام. حاضر يا اخو. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتعاطي ليه دلوقتي يا صفيه؟ كان نفسي ابوها هو اللي يقرا فتحتها. تعيشي وتفتكري. بس هو انا مش مكان المرحوم ولا ايه؟ يا خرابي ده انت ركبت الحاره خربت. خلاص يلا باب البركه يا جماعه نقرا فتحه عبد الله ابن فيسى على صباح بنت صفيه. بس اعذروني انا يا استاذ تمام. يلا ندعي لهم كمان ان ربنا يبارك لهم وييسر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدخل معاك عشان اعرفك من الشمال وفي اليمين. هتدخل معايا بلبسك الميري ده؟ اه عادي. بقول لك يا يوسف خليني اشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا يهريك شغل. ولا يهمني. بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك ابو صلاح. بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانا يا عم. عيب يا جدع. ان شاء الله انت اول واحد تتعلق. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. ها؟ طبانجه وكده. أمان أمان. سلام سلام. سلام.
الدقي. الدقي زحمة قوي دلوقتي. امبارح. اه قريب ده رد عليه. ايوه. لا معلش اصل انا كنت في الحمام. اوامرك. شغال. خمس دقايق بالظبط واكون عندك قدام القهوة. ماشي. ماشي. يا مسهل. مولين ربع يا منى. ايوه يا باشا هو سبته يا باشا زي ساعتك ما امرت. حاضر يا باشا. الله يكرمك اطلع بقى رجع العربية وادفع ايجارها. هيحصل يا ريس. السلام عليكم. السلام. الواد بلال ده راجل يابا. على الله لما يمسك قرش ما يتعوجش علينا. ما تقوم يا ولية انت هتفضلي نايمة للعصر. ما انا قايمة من النجمة عشان افطر العيال. سيبنا انام شوية بقى. خليكي نايمة. خد يا منى جيب لنا 2 كيلو كباب على كيلو كفتة وشوية سلطات وعيش من فرن. ما تهدى بقى شوية يابا. مش معقول كل فلوسنا رايحة على بطننا. انت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه يا منى انت ما بتزهقش حوارات في المواضيع دي. ما تخلينا نقب على وش الدنيا. نفسي اطلع البلكونة وابص على منظر عدل. انت مش كل ما تطلعي معايا وتشوفي الفلوس دماغك تنقلب. المرشدين كتير في الحاره يا منى واي فلوس هتبان من غير سبب هنتحط في الكشف. يا سلام. هو احنا يعني بس اللي بنبيع؟ ما نص الحاره بتبيع. اهدي شويه يا منى. اهدي يا بنتي. اي فلوس بعملها ما هي ليكي ولاخواتك. انا خايفه عليك يا زيزو. ما تخافيش. روحي بقى اجيب الكباب هموت من الجوع. ما تقومي يا وليه وخلي عندك حصوة ملح. خلاص خلاص هقوم بس دي واحدة بس. دي ايه الولية الجبلة دي؟ بطل دوشة يالا بطل دوشة. الو بقول لك ايه؟ ابعت العربية. في زبون لغيته على 70,000 وشكله جاي. هيبقى هنا على 5:55. لو مش هتقدر تيجي ابعت لك حد ياخدها. ما تلغيش الفلوس قدام الزبون. يلا مع السلامة. ازيك سناء؟ نحمد واخوي. فوت على ابوكي؟ ايوه بس تعبان قوي والله يا سعيد. ادعي له يا سناء ربنا يشفيه. ادينا بندعي له وبنقرا له قران ليل نهار. في حاجه سناء؟ ها؟ لا يا اخويا ما استغناش. بص يا سناء انا فاتح المحل ده على عيني، الناس واكله وشي، ابويا رايد وانا فاتح المحل. بس اعمل ايه؟ انت عارفه بقى مصاريف الدواء والاكل والشرب على اللي داخل واللي خارج. مستوي يا اختي. انسى ال 20 جنيه بتاعت كل يوم. انسى انسى ازاي يا سعيد؟ واكل انا وعيالي منين؟ الله وانت مش في عصمه راجل؟ قولي له يتحرك شويه بدل البلطجه اللي هو فيها. يوه وايه اللي دخل جوزي دلوقتي بالموضوع؟ انا ليا في المحل ده زي ما انت ليك بالظبط. انت بتعلي عليا صوتك في الحرس. انا استغفر الله العظيم يا رب. معلش هلمها يا سعيد عشان خاطر ابوك التعبان. بس اوعى دماغك تاخدك للي بتفكر فيه. ها لا يا اختي انا ما بفكرش في حاجه. ولا
دخل العيب ده وقف المحل. مش صاحبه عيان يتقفل بقى لغايه ما صاحبه يجي. يبقى هاتي له انتوا الدواء يا اختي بقى. ماشي يا سعيد، اقفله ان شاء الله حتى تولع فيه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. افتح هلا المحل. قوموا يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فرح. فيه يا سناء مالك؟ راجل بيت عفيت ليه؟ يا اخويا سيبني في اللي انا فيه بقى. ويلا يا عيال عشان تاكلوا. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمة، منك لله. امال ابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عمل اسود ومنيل، قفل المحل ومش عايز يديني ال 20 جنيه اللي ابويا كان سايبها لي. لسه شفت منه حاجه؟ ده كان صح وانا عارفه كويس. خلاص يبقى احنا لازم نقفل ونوقفه عند حد. كل يا واد، ولا اقول لك ما تدفعوش؟ قوموا يلا غروا من وشي. قوم هتاكل ولا اعمل لك شاي؟ اعمل لي شاي. ماشي. وإذا كانت هذه الأشياء صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، يجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكاً للمتهم. ملكاً للمتهم. هي قويك يا حبيبي. أو النبي ادعي لي يامه. إلهي ربنا يجعله من حدك ونصيبك، وأشوفك ظابط قد الدنيا يا صلاح يا ابن بطني، وينجح أختك قادر يا كريم. ويهديها، ادعي إن ربنا يهديها. يو، ما أختك كويسة والحمد لله. انت بس اللي شغلك في الاسم ما خليك شاكك في الدنيا كلها. وبعدين ما تنساش انها بنت جامعيه. ياما انت فاكره الجامعه دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش واولاد الحرام. وخلي بالك ما بوصي البنت غير البنت اللي زيها. اصحابها كلهم بيقولوا لها لحد هنا وعارفين انهم كويسين واولاد حلال. برضو خلي بالك. ربنا يستر. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا شكرا. بس بقول لك ايه، لو حبيت تجيبي بطيخ بعد كده قولي لي انا اجيب لك بطيخه مسخه بس سكر من ايديك. روح يا شيخ، الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليا قادر يا كريم. لو وصلت حاجه انا بره وبنده عليا. يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبه جنايه او جرم ان يحكم بمصادره الاشياء المضبوطه في الجريمه التي استعملت او التي من شانها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوق الغير حسب النيه. استنى بس احط الحزام اهو. بالراحة. روح يا مرة عند اخواتك يا حبيبتي الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحة بالراحة يا بنت هتقطعي شعري. ماشي يا زيزي. خلاص خليك انت بقى وانا اروح انا ليهم. بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سيد اطلع يا واد الاكل خلص. وده الشغل يا بنت. ضربة واحدة ونخلص. طب خد الواد بلال معاك. ما ينفعش. فين الشنطه؟ اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معاه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش ده اوان تصد بس او يخوف. هات الشنطه. ايه ده؟ سلامه الله يا اخويا، ربنا يستر طريقه. ربنا يوفقك يا رب. ايوه حبيبي. لا اطمن المراكب لسه واصله حاجه طازه كاستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله. اول يوم اجي لكم الاسم تنزلوني ماموريه وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ اوف 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 اوف. حاضر. Yeah.
اهدى بقى صلاح كده، اجرى لك حاجه. ضعت يا يوسف، مستقبلي ضاع. يا عم لا ضعت ولا حاجه، هتعدي صدقني. ما كنتش عايز اموته، ما انت انت كنت موجود يا يوسف، والله العظيم كنت عايز اموته. عارف، مصدقك. انا ضربت طلقه في الهواء وطلقه في الارض، قعد يرد عليا. والله العظيم ما اعرف لو هو مسدس في شنك، والله العظيم ما كنت اعرف. عارف، اهدى بس، اهدى. هيعملوا معايا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. تعدى على النيابه تقول اقوالك وهيفرج عنك، لان دي مش اول مره تحصل. انا عايز اكلم البيت، عايز اكلم امي. ما تكلمش حد دلوقتي الا لما تهدى. خد يا ابني تعالى اشرب العصير. عصير ايه يا عم؟ انا ماليش نفس الحاجه خالص. يا عم اشرب عشان تصلب طولك وتعرف ترد قدام وكيل النيابه. فتحت؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا يا استاذ تمام. ايه الاخبار؟ مفيش فايدة، دماغها ناشفة مش عايزة تفتح لحد. لا حول ولا قوة الا بالله، كلنا لها. ابوها برضه معلش. امها جوه يا بلال؟ ايوه استاذ تمام، امها جوه. طب ما تحاول معاها انت يا استاذ تمام، يمكن تفتح لك. هحاول. اتفضل حاول معاها والنبي. افتحي يا منى، افتحي يا بنتي، انا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده انا اول مره اخبط على بابكم. افتحي، انا هتكلم معاكي خمس دقايق وامشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، انا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. صح. ايوه يا اخويا. قتلوه. قتلوه يا استاذ تمام. الحكومه قتلت جوزي. جميعا. اروح فين ولا اجي منين؟ اسكت ولا اتكلم؟ ولا اعمل محضر في الحكومه؟ قول له اعمل ايه؟ ما تتكلم. سكت ليه يا استاذ تمام؟ سكت ليه؟ سكت ليه؟ اقول لك تعمل ايه؟ وحد الله في قلبك. واحدة لنا من غيره. بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات. وفي كل اهدان. هو احنا ورانا حاجة غير لا اله الا الله محمد رسول الله؟ البنت هتموت من ساعة ما سمعت الخبر، جالها بالسكتة. معقولة؟ معقولة يا ولاد؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه؟ مش كده يا مونة، امار مش كده، حرام عليكي. اهدي انت بس وسيبي مونة عليا. هاتلي حاجة اسكت، مش هتكلم اكتم فوق خالص. اسمعيني كويس يا مونة بنتي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى، عيطي يا بنتي. البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه، ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية، هيكون مسواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل. شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. الحشيش حرام؟ طبعا حرام. طب والقتل؟ اشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده.
هتاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة، حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيصلحها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. انت كده بتفكري غلط يا ماما. تصدق بقى ان انا اول مرة افكر صح. مش هنزل دمع من عيني إلا لما أخد له حق. هيا صلاح، ممكن بقى توصف لي وبالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه؟ حضرتك انا كنت ضمن قوه الضبط واحضار لالقاء القبض على المجني عليه. فوجئنا بالعربيه البيجور المبلغ عنها حضرتك فندم بتقف قبل الكمين بحوالي 50 55 متر. العربيه لفت وجرت عكس الاتجاه. حد الضابط امرنا ان احنا نطرد السياره. ومحدش في القوه كلها عرف ان المسدس اللي معاه ده مسدس صوت. حضرتك يا فندم محدش كان يتوقع ان هو معاه مسدس صوت. يا فندم انا كنت في حاله دفاع شرعي عن نفسي. القانون بيقول ينشا حق الدفاع الشرعي. بس تقارير المراقبه بتاعتنا بتقول انه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس. ايوه يا فندم، انا كنت ضمن القوه حضرتك ومش هستخدم المسدس غير بامر حضرتك الضابط. يفرج عنه بضمان وظيفته. مصر غالي عليا يا امي، مش عايزين نشكيلي كمي. مصر غالي عليا يا امي، مش عايزين نشكيلي كمي. مصر غالي عليا يا امي، مش عايزين نشكيلي كمي. مصر غالي عليا يا امي، مش عايزين نشكيلي كمي. الحاج ده في مظاهرات في الكليه. واحنا مالنا؟ اقفلي باب المكتبه وما تدخليش حد. ايوه يا دكتور. انا قفلت باب المكتبه. في طلب عندي. حاضر يا دكتور. فول ابو كريم. ازيك يا جابر؟ نهار ابيض. عندك زحمه اجي لك بعدين؟ زحمه مين يا عم؟ قوم يالا بقالك ساعه لازق في الكيبورد. اه يا ابو كريم اقعد يا حبيبي. قشطه. معلش يا اخويا بس اصلك يعني في حد كده بعت لي حاجه على الايميل ولازم اشوفها. عيش يا حبيبي، عيش براحتك. بقول لك يا جابر. ايه يا حبيبي؟ اخش على رسائل منين؟ يا ابو كريم انت نسيت ولا ايه؟ اهو كده انت دخلت على الرسائل. ليه بس كده؟ في حاجة يا كريم؟ ايميل جالي بالانجليزي ومش عارف اقراه. بسيطة يا عم، أول ما يجي عيل من العيال اللي بيعرفوا يقروا انجليزي يقراهولك. وأنا لسه هستنى العيل. أنا أروح جاري أجيب المدرس الإنجليزي بتاع الواد عادل أخويا، وهو هيخلص لي كل حاجة. سلام. سلام. جابر. معلش يا اخويا، اصل كنت عايزك في خدمه كده. اؤمر يا كريم. كنت عاوز حته جهاز صغير كده احطه عندي في البيت، كونهولي يعني، وشوف تكاليفه كام. لا يا عم بسيط، انت تفوت عليا بالليل اكون فنطت لك الحزبه كده واقول لك اعمل كام. اصلي. سلام يا فريند.
ولا شوقي؟ تعال هنا يا ولد. ايوه حاج. ايه؟ ايه ده؟ اللي تعمله في شعرك يا هادي مش شعور يا مويس؟ ايه ولا الحلقه دي يا ولد؟ الحلقه الحمار اصل المرايه بتاعته كانت مكسوره، يا حاج وحشه ولا ايه؟ انت هتستهبل؟ خلاص يا حاج لو مش عاجباك هلبس طاقيه دريه. طاقيه تخفيك يا بعيد. ايه انا نص اللي عاملها زي البنات دي؟ هي حصلت يا سافل. انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحه دي، قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني راجل تاني، فاهم ولا لا يا ولا؟ هتقول له ايه؟ رجعني راجل. هتقول له ايه؟ رجعني راجل تاني. حاضر حاضر يا حاج. شايفه؟ في ايه يا اخويا؟ بالكم بزعقوا ليه بس؟ مش شايفه؟ مش شايفه ابنك؟ مش شايفه القصه اللي عاملها زي البنات؟ هم تلبس فستان يا ولا عشان ابقى خلفت بنتين، ابقى ما خلفتش راجل. بتضحك على ايه يا بنت الكلب؟ يلا هلا روح قول له رجعنا راجل. حاضر حاضر. يلا حاضر حاضر. جاتك البلا. ايه بس يا اخويا؟ اهدى شويه، ما كل العيال كده تلاقيها الموضه. موضه ايه وهباب ايه؟ قطعه الموضه وسنينها اللي تربينا عليه يا زينب طول عمرنا ان الراجل لازم يفضل راجل، شكلا ومضمون. عندك حق يا اخويا، بس اهدى شويه. اهدى ازاي بس؟ انا حاسس ان الواد ده بيفلت من ايدي. ليه بس؟ ما هو زي الفل اهو. طب ده حتى كمان بيصلي. بيصلي؟ بيصلي وايه كمان يا زينب؟ طول النهار والليل على القهوه وعلى النواصي. يا اخويا ما هو من ساعه ما خد الدبلوم وهو قاعد في البيت، هيروح فين؟ مستني التعيين. خليه يخلي جنبك بقى لما يجيله التعيين. ما انت بس يا اخويا لو تشوف له كده شغلانه مش يكون احسن؟ انا اللي اشوف له شغلانه وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانه لنفسه ليه؟ عيل. الحاجه الوحيده اللي انا عازله فيها ان البنات دي فعلا بقت مقفله، والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده انه طلع ضحك على الدقون، لا منه مهنه ولا صنعه ولا حتى تعليم، اي فلوس بيلموها من الخلق وخلاص. يا ريتني كنت رميته في ورشه ولا علمته بجد. زينب قوم اعملي لي كوبايه شاي ولا دماغي اتقلبت. حاضر يا اخوي، بس انت اهدى شويه. باسم الصليب. هو مال الموت بالحوم حوالين الحاره كده؟ خش انت حمل كراسي علشان توديه لعمك سعيد. يا عباد الله وحيد الله. منصور ابو سعيد رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه يا خرابي يا خرابي يا اختي. رئيس الجمعيه بنت جوازتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفية ندخل جوه المكتب. الاقيها منين ولا منين؟ قومي يا اختي، قومي يا اختي عشان ما تلميش عليك الناس. الله يرحمه. قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامي انا حلمت اني لابس ابيض فاضي وماشي في خضره وسعر. اسكتي متقوليش الحال ده، حاجه حلوه قوي. والنبي ده في منزلة عالية في الجنة ونعمة يا حبيبي، في الجنة ونعمة يا اخويا، في الجنة ونعمة يا اخويا. ما تسيبنيش يا حبيبي.
حشمت فينا يا قولي نعمل ايه يا صالحي يا اختي؟ اجلي الدخول، هما هيذبحوكي يعني ولا كانوا هيذبحوكي؟ انا اتفقت قدام الاستاذ تمام والجمعيه دي محدش كان عارف عنها اي حاجه. اسمعي انا عندي حتتين مواعين ما تبلوش، وديهم لمبيض النحاس هيخليهم قشطه وهم يسدوا. يا لهوي انا كمان هاخد نحاسك ساعتية يا وليه وانا بحتاج ايه؟ ده هما الحلتين وكام طبق، ما انتي عارفه ما فيش غير انا والراجل. عادل ابنك اخباره ايه؟ ابنك سكت. طب بس الله في ايه؟ وانا كل ما اسالك عنه تعيطي. انا مش عارفه جاب الاسود دي كلها منين. هي الغربه بتعلم الناس الاسود كده. 10 سنين من يوم ما سافر ما بعتليش الا جوابين 20 جنيه تربيني من بيته. عملوا ساعتها 200 جنيه. يا لهوي 200 جنيه بس؟ انت ربنا ما يحوج الشمال لليمين. اه يا اختي ربنا ما يحوج حد لعياله ابدا. امين امين. مش حوجة فلوس بالامانه، ما هي فلوس، حوجة ان اشوفه بس يا اختي بقى. الواد وحشني قوي. النبي عارفه بس بقى. استغفر الله العظيم. القصد اجيب لك النحاس بكره. اعمل ايه؟ انطار القطن ب 500 جنيه. شوف انت مرتبتين ومخدتين كبار ومخده صغيره هياخدوا قد ايه دول؟ عم يبكي وعم بيضحك. ربك هيعدلها. قولي يا رب، قولي يا رب. انت جيت يا ماهر؟ مين بدري؟ وما نبهتش عليا ليه؟ ما انت عارف انا فين؟ انا كنت جاهز اي لقمه وسلام. ما تنساش لما تروح البلد تبقى تجيب لنا حتتين جبنه قديمه هم بينفعوا. انا صفية عملت ايه في موضوع الجمعيه؟ اسكت يا ماهر، ده باينها مش هتطول ابيض ولا اسود. ولا هتطول مليم احمر. الواد سعيد ده بحر عويص. اه صفية دي غلبانه. ربت البنت بطلوع الروح وهي مش عارفه اتجوزها. انا قلت ادي لها حتتين نحاس وهم ينفعوا. طيب ايوه افضل انت فارق يمين وشمال وفي الاخر ما تلاقيش حد يديكي حتى عيالي. هو الواد عادل ما كلمكش؟ بقى يخاف يكلمني اطلب منه فلوس. لا واد ولا بنت نفرونه. نسيهم يا سعديه نسيهم. انت محتاجه حاجه؟ لا يا اخويا نشكر الرب. يعني هنموت من الجوع؟ ما سمعناش ان حد مات من الجوع. وحتى لو هموت من الجوع عمري ما هطلبها بلساني، وهي مره وانا عادي تعود، وانت السبب. اسكت يا ماهر، اللي انا قلبي بيوجعني كل ما بفتكر الحكايه دي. يجوا يتفرجوا على ام محمد بيضه، ده ابنها بيبعت لها كل شهر شيء وشويات، اشترت حته ارض وبنت بيت في فصل يرد الروح. بص يا سعديه، انا لا عايز ابني ولا عايز اشتري. انا عايز اجد بقيت عمري مستور. امين يا اخويا، امين. اتفضل يا عم كامل اتفضل. تشكر يا حبيبي. اقعد يا عم كامل دقيقة واحدة بس معلش. خد راحتك. أما ياما جتك خيبة خطتني يا واد. بقول لك إيه يا عم كامل بره استوري نفسك. أنت وأنا إيه؟ شايف دي لابسة شفتشي؟ تعالى يا كامل خش يا واد. يا ساتر. السلام عليكم. ازيك يا حاجة؟ ازيك يا حبيبي كبرت يا واد. ازيك وازاي ابوك؟ ابويا ايه تعيش انت من زمان؟ قطيع طول عمره بنموت. اقعد يا اخويا اقعد تشرب ايه؟ لا مش هقدر يا ست كل طول عمرك ست كرم. اصل سايب الدكان لوحدها. يلا يا ابني اتصرف شوف فيشه وراكب اللمبه. واد انت واقف تتفرج يا واد. اجري اعمل شاي بسرعه ولع بابور الجاز. انا بخاف من الانبوبه دي الزفته دي. ودلوقتي بواجير مش لاقي فيشه. هتلاقي عندك ورقه طبليه. يا ستي
قطيعة تقطع الصور واللي عايزة تصور. اتفضل يا فندم. ايه ده يا ابني؟ طلب نقل من اسم يا فندم. انت مش لسه جاي الاسم من شغل؟ لحقت؟ يا فندم انا في اول مأمورية قتلت واحد عن طريق الخطأ وبعدين ايه؟ الاسم عتبت وحش عليك؟ يلا روح على شغلك بلاش كلام فاضي. تحت امرك يا فندم. اسمع. امر يا فندم. خد اجازة اسبوع. الف شكر يا فندم. يا زينب يا اختي تسلم ايديكي يا اختي. عيش يا حبيبتي. الا قولي لي بقى منى عامله ايه دلوقتي؟ اهو زي ما انت شايفه طول النهار نايمه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب خدي خدي يا حبيبتي خدي دول تاني. ما انت بعتي لي قبل كده كتير يا حبيبتي. خير ربنا كتير واولاد الحلال كتير. خدي واستهدي بالله كده بقى امسكي. الا قولي لي بقى يا ولية انت انتي ما بتصليش ليه؟ الا عمري ما شفتك ركعتيها. والنبي يا اختي انا كنت بصلي ما اعرفش ايه اللي جرالي. هو انتي لسه صغيره انتي كبرتي بقى الدنيا يا اختي ما حدش قاعد فيها ومتفاته. ادعي لي ادعي لي يا زينب يا اختي بدل بنتي. يا اختي ربنا يهديكي ويهديها قادر يا كريم يا رب. بس صلي يا حبيبتي. حصلي. طب يلا قوم انا بقى احسن استاذ تمام زمانه قلقان عليا. ايه لسه بدري انتي ما شربتيش شاي. معلش يا اختي اشربيه انتي ومنى. يلا برضه كده بدري من عمرك. يلا سلام عليكي. تسلم خطويك. الله يخليك يا زينب يا اختي اسم الله عليك. السلام عليكم يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. يا مجبوره الخاطر يا رب ما تصليش. حصل لي باذن الله يا حبيبتي. انت صحيتي يا منى؟ هتفضلي تاخدي فلوس من الناس لحد امتى؟ يعني عايزه انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ انت هتشحتي علينا. لا هتاكلي منين انت واخواتك فاهميني؟ يا اختي خلاص هنزل الشغل من بكره. يا ريت يا حبيبتي يا ريت. هو انا مبسوطه بمادة ايدي للناس؟ الله يرحمك يا زيزو ما عرفناش امتى غير الايام دي. وبعدين انا ما بشحتش ولا اخد حاجه من حد. الست كتر الف خيرها حاسه بظروفنا. لو حد تاني اداكي اي حاجه قولي له بنتي منى بتشتغل. مالك يا حبيبي؟ هو انت يعني كنت قصد تموته؟ ابدا والله يا ابني الظاهر القلب ضعيف ماليش في الشغلانة دي. يا حبيبي ما تقولش كده. ده انت قدها وقدوه. ده نصيبك. بقولك ايه؟ ما تقوم تاكلك لقمة. ماليش نفس. لا حول الله يا رب. راجل غبي ضيع نفسه وضيع عياله. بشيل المسدس صوت. يا ريته ضربني المسدس حقيقي كان ضميري ارتاح. وانت تعرف منين يا حبيبي ان مش مسدس حقيقي وفيه رصاص؟ استهدى بالله كده وقوم كل لك لقمة علشان تسلك طولة. قلت لك ماليش نفس ومش عايز حد يدخل عليا. ربنا يهديك يا ربنا يهديك يا بابا. مساء الفل يا عم سيد. قشطة عجينة سعاد. خد دول ها على الفرن جري. ناس كتير ولا هتبيتوني هنا؟ كتير ولا قليل مش شغلك. مالك يا هلا؟ مفيش يا عم سيد راسي ورمت وبقبقت. خلي امك تاكلك يا حلو. تاكل مين؟ ده انا اللي باكلها. ما تمشي يلا بطل لماض. الله يلا يا اخويا روح. ماشي بسيبك اهو. ما يبقاش على امه عيل واطي. عايزه بقى يتباشا. انا طالعه الصبح انشر يم. عايزه حاجه؟ ما تاخريش يا بنت فوق. يلا رايحة فين يا بنت؟ وانت مالك انت في الراحة والجاي؟ الراحة فين ايه؟ لما تفوق من اللي انت فيه الأول بقول لي راحة فين وجاية منين؟ اتعدت يا بنت في الكلام بدل ما أخرم عينك. خش يا حيلة على التكاية نام، لا منك ولا كفاية شرك. مش عايز حد يصحيني. مش هنصحيك يا بلطجي. لا ما حيلة. سيبك مني. بقول لك ايه؟ يعني أخويا رحت المكتب وقلت عدوني، أحس ولا خبر. خلاص كله تمام التمام، كل حاجة خلصت. إمتى بس يا سيد؟ التأشيرة جت. والنبي صحيح؟ واي! يا ولية اسكتي لمي صوتك. لمي صوتي ده إيه؟ ده أنا هرقص وزعطت واملة الدنيا كلها زغاريد، ويهون عليك يا راجل تسكت لحد دلوقتي وما تقوليش. بصراحة بقى أنا مش عارف أنت فرحانة على إيه. ده أنا مسافر وهسيبك أنت والبنت سعاد من غير راجل. راجل ده إيه؟ مراتك بألف راجل ومحدش يقدر أبدا يدوسنا على أي طرف. قولي يا أخويا وناوي على إمتى إن شاء الله؟ كلها أيام وأكون راكب الهوا. بالسلامة يا سيد. وأمنتك أمانة يا أخويا
ما نجيبش رسالة لأي حد خالص، وداري على شمعتك عشان تقيد. نفسنا بقى نشم نفسنا شوية ونسطر البيت. أقول لك إيه؟ القرشين اللي نفيتهم لك اتصرف فيهم بالعقل، ها؟ حبة حبة، ما تضيعهمش كده أونطة. يعني يا أخويا هجيب لي هدمة جديدة ولا هجيب لي هدمة جديدة؟ ده دوبك الغدا والعشاء، وحتى كمان إذا اتعشينا. بكرة إن شاء الله هتفطروا وتتغدوا وتتعشوا حمام كمان، والله هتتنغنغوا. ربنا يخليك لي يا سيد يا رب. بس بقول لك إيه؟ عشان خاطري. الواد المعفن نايم جوه ده، عشان خاطري يا سيد تشوف لي شغلنا والنبي هناك. حاضر حاضر، أول ما أوصل هبعت له بإذن الله. ربنا يخليك لي يا سيد، وتروح تجيلي بألف سلامة يا رب. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقة يا أمه، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتح عليك. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت. ده انت جاحد. وعايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه يومين اغسلنا فوخه. صوره الراجل اللي مات ما بتفرقش عني. انت بس عشان اول مره تضرب حد بالنار. اه وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه الموت. في رقبته كوم عيال. انسى بقى ابو صلاح انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخويا الاحسن من ساعه الموضوع ده وعينه ما شافتش النوم. هو بس يغير جو وينزل من البيت ويبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك. اقعد. بقول لكم يا اولاد تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه لسه واكل. شكرا يا امه سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. اشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. اه بنت بتسع بشارات في جامعه الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه بس كانت لابسه شرب على دماغها ما عرفتش شكلها بالظبط. اه بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. تعال مروق بقى، انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا كسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. النهارده اول الشهر. ايه في حاجه؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل اول شهر، والنهارده اول الشهر. طب اقعدي جنب التليفون بقى لما يحن عليك. حتى لو حن التليفون مش هيرن، ما دفعناش الفاتوره. بكره هدفع. كل يوم تقول لي بكره وما بتدفعهاش. الفلوس بتتفق على الفاضي، لا حد بيرن علينا ولا بيرن على حد. طب خلينا قاعدين بوزنا في بوز بعض كده. وبعدين معاكي بقى يا سعديه. اقول لك قومي روحي لبنتك نادية. اروح اعمل لها ايه؟ قطيعه تقطعها هي وجوزها. هتخش رجلك ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مقطوع. تصدق عندك حق. انا هقوم امشي رجليا واروح لها. ده ابني كلب ما عندوش احساس. وادي دجنه هي لو اتصل. اجيب لك حاجه تاكلها معايا؟ لا هاتي نفسك. ماشي انت حر. ما تعفوش في الاكل. حاضر. خلينا اصرف كده ببيت طويل عريض ومخلف تحت لا بيصد ولا بيرد. يابا انت هتطفحني اللقمه اللي باكلها ليه؟ شوف الواد بيرد عليا ازاي. اه ما انت قليل الحياه ما بتحسش انت ومراتك فاتحين بقك وعمالين تحسوا في الاكل. قومي يا وليه قومي ده هيقتتني على بجنيه فول. مالكش حق يا راجل تعالى يا بلال كمل عشا. شوف الواد بيصد الباب ازاي ما هو مش حاسس بحقه. ولا يهمك يا اخويا. حلو بجد. اقعد كلك لقمه. وما خلاص هيورثيني بالحياه. هو حد يا اخويا بعد الشر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقه دي غيري انا وابنك اخر العنقود ده؟ هو عاوز مني ايه؟ مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده. خلاص بقى يا بلال مهما كان ده ابوك برضه. هو على الاقل عد يعرف يتصرف. بتنيب الواد بقى لحسن الواد ده عكر مزاجه. ما هو عارف انها ملطشه معايا بيذلني عشان لقمه بيطفحاني. امال لو زي الناس اللي سايبه لاولادها بيوت وفلوس كان عمل فينا ايه؟ هي ام وائل اللي قاعده جنبه دي هي اللي مقويها عليك.
ده انا لسه الصبح سايب له 50 جنيه لحق ينساها بالليل. طب اعمل ايه؟ اعمل زي مراته من كده مني ومفروسة عشان ما بكلمهاش. خلاص بقى يا بلال اقعد كلك لقمة عشان خاطري يصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. معلش يا ريت انا مخنوق وماليش نفس وعايز اخرج. ومال اخرج يا اخويا اخرج. خد امسك يا خد امسك يا امسك عادل يا هلا اهو حاضر يا معلمي اظبط نفسك. السلام عليكم. الله انت مش قلت انا مروح انام؟ وانا اعرف انام طول ما مرات ابويا في البيت. ما طبعا انا مصاحبك جالك الشغل ده هيتحرق في الفرن باذن الله. يا عم انا ماشي ده مفيش حد في الحاره طايقني. خد يا لك ليه كده بس يابا ده ابوه لسه طارده. بتضحك معاك شويه اعتبرني زي ابوك. خلاص يا حاج سيد مش زعلان. خد يلا هات. بقول لك ايه؟ روح وراه لحد الفرنه لحسن الشغل يتحرق زي امبارح. فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي يابا يلا يلا ماشي الله. دول يا جماعه دول. ابعد عني بسرعه. في ايه بس؟ اخويا صلاح في الكليه. يلا ابعد. يا جماعه اللي خايف او مش مقتنع من حاول يروح. معتصمون 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 مش هنخاف مش هنطاطي احنا كرينا الصوت الواطي. 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 حقوق ايه فاهمين؟ انا دخلت كليه العلاج الطبيعي وحلم عمري ان انا اكون دكتوره. وان شاء الله هتبقى دكتوره. مين اللي قال غير كده؟ لا في ناس عايزه تسحب التخصص مننا وتديه لقسم الطب الطبيعي. نازل يا ابني. شكرا انت. وانت شايف الحل بقى اللي انت ترمي كل يوم في الارض ولا انا اجري المك من الاقسام؟ ما تخافش عليا يا صاحبي. انا مش خايف عليك انا خايف على نفسي وعلى امك زي ما قلت لك لو حصل لها حاجه وربنا ما هسامحك. قومي قومي روحي يلا قومي وحس كعينك اشوفك في المظاهرات. قومي شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الزبط الزبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس دول مش رافقين في اي حاجه. امي يا واد امي منك له يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه ما فيش حد كده نديله قشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين. يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت ايه؟ معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. روح ربنا معاك. يا رب. ازيك يا عم بركه؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر. يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. عصابه عصابه يا ولاد. يا دي يا بيتا مالك مضل من الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحه الدنيا ملبشه اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الجبل.
نشوفها فيها عشان القرف الملمح على الارض ده. ومين دول عصام الارض؟ لولا جمال بيسفر لواد بيتا والتاني بقول لها له النور عشان يدخل له. طب اسيبك منهم العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مطروح برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة اجيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو اسوس معلش الدنيا اصلها معتمه اليومين دول، هكلمك انا حته. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غير ماتش تعال للشيفشينك. خش على ميسي ده عمره ما يتنسى. يلا طب ما تشرب الشاي. هشرب. بابا انا هجيب النهارده كمبيوتر. ما تجيب حد عايشك. اطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاتوا على الاقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا ايه العالة؟ هجيب لك انا قبل. عصابه تلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. قدام المحاصيل. دي شوية شرايط بستلزق بيها. وبعدين خلاص جت عليا أنا. ده أنا بجري عليا تاني. بس يا بت. صلاح. يا باشا. شوف لك سالفة المحضر ده وأنا داخل الحمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص أنت يوسف روح أنا خلاص المحضر. ماشي. اسمك إيه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك خطاب؟ ضايع بس معايا صورتها. البدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرحي فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان ما حدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذة ما بيدفعوش غير في المهندسين أو الزمالك. شكلك كده مش وش بهدلة. هعمل لك محضر أساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وإن شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابة. تسلم. قلت لي اسمك إيه؟ منى. منى إيه؟ منى عباس أحمد. أحمد أعمل شوية طاقة. بقول لك عبد الله بالليل على 11 كده في نقلة ردم، صحصح معايا. بره ولا جوه؟ بص هم دافعين للحي حق نقله وهم 5 نقلات. ايوه كده حركنا خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. المهم اللي يرفع الرد انا هبعت لك عيلين من عندي تدي للنفر فيهم 20 جنيه في النقله. 20 جنيه كتير. حلو ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربيه الزباله دي ونشوف لنا حته عربيه اجره كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوه بس انت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومة. صباح. ألو؟ ها صبوحة. هيا عبد الله الحقن أمي تعبانة أوي. معرفش أنا مالها الكارت هيخلص. أنا بيجيني في ألو؟ ألو؟ خلص. يا رب. استحملي يما. مش قادرة يا بنت. روحي بتروحي يا بنت. حد الشر يما عني. قومي يما البسي. مش قادرة. قومي البسي عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادرة اتحرك يا بنتي. ايه يا اسم الله عليك؟ الحقيني يا بنتي. اللي جرالك بس ما كنتي كويسة. مش عارفة يا اختي. تعالي يا مش قادرة اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسندي. ان شاء الله خير يا ام ان شاء الله خير. دكتور قال لي كده تعبان. ما صدقتوش.
يا ام اسندي على قومي يا بنتي اسندي على يا يما اعمل لك حاجه تاكليها مش نفس قومي يا ام يا لهوي طب البسي يا ام البسي الحقيقه البسي يا ام ايه ده يا بنت في الشبشب الاسود اتقطع مني يا ام وانا داخله بالحمام هذا بيتدخل بالحمام هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت معلش يا ام امري لله استني اسندي على احمر يلا يا بنت البسي يا ام امري لله يلا يا ام في حاجة يا جدع؟ لا مفيش مادام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقه قلت لك مفيش حاجه يا خفيف انت عبيط يالا ما تنطع انت منين جرى ايه بلاد جرى ايه الباشا البلوكامين الجديد بتاع الاس ده مؤاخذه يا باشا اتفضل اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل يا باشا اتفضل يا ساتر اتفضل موز هقوم اعمل لك شاي لا شاي ولا حاجه الواحد نفسه مقطوع طول النهار من الشاي طب انزل اجيب لك حاجه ساقعه لا ساقعه ولا سخنه اقعدي معايا شويه معلش بقى البيت مش قد المقام لا ده حلو قوي صورة ابوي الله يرحمه بقى الحكومة قتلته ده حد من عندكم الاسم ربنا ما يكسبه يا رب اتفضل 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 معلش بقى تعبتك في المراقبة وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحة ما صدقتش وانا ماشيه كده كنت حاسه ان في حد ماشي ورايا لا ما حصلش كده هو مش شاكي وخلاص امك دي دي امي واخواتي الاثنين ابويا سابنا بقى الله يرحمه يا رب نقعد في الدنيا مين معاك يا منى ده صلاح باشا ياما هو اللي خرجني من الاسم وجي ورايا عشان يطمن عليا على فكره سعاده البيه وشرف النبي بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي لو احتجت حاجه كلميني ده انا حدوشك ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوه انت لا مفيش داعي يا بيه حاجه بسيطه للعيال امسكي كتر خيرك السلام عليكم حاجتك يا بي لا مؤاخذة السلام عليكم شرفت تسلم خطويك يا بي شرفت ونورت الحيط يا عدرا يا منور حنني قلبه ونوري طريقه وسهلي حاله امين يا ماهر بركة انك صليتي احضر لك تاني لا 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 خليك هجرب جرنان وانام مش قابلت اللي فندي صبح جوز بنتك قاعد على القهوة؟ اي القهوة دي هتفضل وراه لحد ما تخرب البيت قد ما عندوش ريحة الدم شايفني معدي قدامه وعينه في عيني يقوم يعمل نفسه مش شايفني يعني هي بنتك اللي عدلة يلا ربنا يهدي ربنا يهدي الجميع بقول لك يا سعدية أنا عايز أشور عليك في موضوع دي خير يا أخوي
أنا زهقت بقى بصراحة من مشوار الصعيد رايح جاي رايح جاي. أنا هسوي معاشي. ده يوم المونة، ده أنا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر. أيوة، قرشين المكافأة نحطهم في البوسطة وفايدتهم على قرشين المعاش ونعيش بيهم بقية عمرنا مستورين. طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور منها الواد؟ شوف أنا بقول إيه وهي بتقول إيه. يا ولية أنت اتخبلتي في دماغك، ما تطلعي من دماغك بقى. الله، يعني هو كان افتكرك؟ وبعدين هنروح له فين؟ احنا عارفين له طريق جره. بقول لك يا سعدين، قومي نامي يا سعدين، انت بتصليتي؟ قومي نامي يا سعدين. كده برضك يا ماهر. نامي وقولي لمخك يستريح شويه بقى. معلش، ما انا لازم اجسي قلبي شويه. وانت وحشنا قوي يا ولد. بس اللي انا مش فاهمه، انت جبت القساوه دي كليتها منين؟ عموم انت تبلغ الشكاوي. ماشي. انا اللي سهران النهارده، هاجي بالعمال نكشف واطلب تغيير الكابل. يجي المهندس يعين يقولوا له الكابل عايز يتغير، اركب الجديد، يمشي اركب القديم. الله، طب ما السليم يركب والجديد يتكهن والباقي عليك. لا ولا يكون عندك فكر، ده ملعبي. اهو ربنا قطع النور يا فتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله. الشغل مش عيب يا سماء. مش عيب يا اخويا، بس ما تشمتوش فينا. فيهاش حاجة يعني، لو الواحد يعني قال شوية طعمية في الحارة أو ماشي حنة برضو. وبعدين الشغل مش حرام يا أخويا. محدش قال إنه حرام، بس تقف على ناصية الحارة تقلي طعمية ورجليك تعبانة وهو في الرايحة والجاية يلسن علينا. لا والله العظيم أديله بالبجور في وشه. يا فتحي يا فتحي، ده بلطجي، ده ما عندوش قلب. بقول لك يا أخويا، عشان خاطري هناكلها بملح، بس ما شافش في عينه نظرة شماتة واحدة. خلاص نسيب الحارة وندور على أي أوضة تانية نسكن فيها. لا، ما هو ده بقى اللي في بال، وأنا بقى مش هنوله اللي في بال. أمال هنعمل إيه يا سماء؟ أهو العمل عمل ربنا يا فتحي، هو اللي بيعمل كل حاجة. نشوف مخبلنا إيه. نور. الله ينور. الله ينور يا عم فتحي. لمي بقى الكابل ده يا معلم. يلا عبد الله، هتاخد الكابل وتطلع على المخزن، وأنا هاخد العربية وأكمل الوردية، ماشي؟ ماشي يا صاحبي. يلا. سلام يا صاحبي. الله ينور يا رجاله. يلا نشاهد شويه. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دكتور كسوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد. ديهم. والله انتوا ما تربيتوش. ديهم من العيال احباب الله. اتفضل. يا اهلا وسهلا. اعمل لك كوبايتين شاي. يوم حاضر يا حبيبتي. خد يا ماما. ده عشان انا؟ اه. وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي. قولي يا صلاح. يا لهوي. اقول لك صلاح عاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو. شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. بتكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعاده الباشا، يا ريت على الاقل تتلم من الشوارع. بس انا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهاده ولا صنعه. الشغلانه دي مش محتاجه الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، واحلى ما فيه ان كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعاده الباشا. اتفضل. صلاح. صلاح يا امي. خلي البساط احمدي.
اللي كل الناس بتعتبرني قدوه ليهم، انا اللي كل الناس بيعتبروني ببرهم وبحلهم حياتي، عايز تفرجهم علي يا وطي يا وطي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شو، علي اليمين ما تعدي. شوفوا له شط طايله من هدوم، شوفوا له شط طايله من هدوم والحصان اللي منها واحرقها. قولي بس فهمني يا اخويا فهمني يا وطي يا سامر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فاهم بيترقصني من الحاره زي هتروح فين الساعات؟ انا عارف يا اما اروح فين، انا عارف. هو بيعمل كده ليه يا اما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا مبكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا اما، شافني وخلاص يا اما. وانا عمال اقول الناس عماله تتلمس عليا ليه وانا مديهم الدرس؟ اتاريهم عارفين المصيبه اللي انا فيها. ابني ابني وصبتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا معلش يا حبيبي عشان خاطري، هو يوم كده ويرجعك اصل حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها ياما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها ياما؟ طب اهدى يا حبيبي اهدى عشان خاطري. لا مش ههدى ياما مش ههدى، كل حاجه بيقول عليها لا ياما، اي حاجه بحبها بيقول عليها لا ياما، لا لا ياما. اقول لك لا يا واطي يا سامر، طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا لهوي 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 يا ايه يا سامي انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا، ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام انا جاي. على فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي يا نمي تقعد معانا، المنطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا، ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا ان انت عندك اب وبيخلف معاك. انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدولي، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك ايه يا غالي، ما تيجي ندور على حاجه نلوث بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. قاعده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. اديني يا غالي. ارفع يا زميلي. يلا يا اخوان انت هو وقلعوا يلا عشان تستحموا. ليه ياما؟ الله يا واد انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه، هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. تفهمونا بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. ايوه صلاح باشا. لا معلش اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها الراجل كده ليه؟ يا صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوف قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوشة اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلع. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. you
لوحدك عمر. بقول لك انا بيه يخلع دلوقتي. ليه؟ موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا الشغل اخلع. طب على غيب بسرعه انت. قول وخلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنيلي استني باشا. كنت امبارح كنت بتقولي يا صلاة، النهارده بقيت باشا. الحاجات دي مش بتاعتي، دي بتاعت الواد اللي جاي. يا بجحتك يا بنت، ده انا ماسكك تلبس قدامي. قدامك فين بس؟ اديني فرصة. والله العظيم ما عملت حاجة. استنى بس اسمعك. انا مش مسجلة هتضيعني. ابص ابص ايدك هتضيعني. انت مش عايزة تسجلي. هتضيعني. انت عايزة تدعي على وشك مسجلة. تضحك عليا قلت لي كنت في الشغل قدامي يا بنت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. انت ضيعت. اسمعني والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصه عمرك. بتسمعي يا بت؟ انا كنت عاملك بني ادمه. تضحك علي انا؟ بتبيع مخدرات؟ ده انا بديك فلوس من جيبي. والله العظيم ما كنت بايعها. دي شويه شغل فدهم يا ابويا. قلت اخلص منهم والله العظيم ما بتاجر فيهم. والله العظيم ما بتاجر فيهم. بتجيب المسكنه دي منين يا بت؟ تجيبها منين؟ ده للكلب عمره ما يتعبر. صحيح الوسخ وسخ. عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحده زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى. انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه. خد الخاتم بتاعك خده واديني على الاسم. بس يا بت الخاتم ده احسن من عيني. بوريني بقى شوف امك واخواتك ازاي قدامي على الاسم. قدامي يا رحم. يوسف عصام بيه موجود؟ طلع مع مراية. خد البنت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض بتعمل المحضر ونخرج. كان بيش ارميها في الحجز. يلا يا بيت يلا. احضرنا يا عم الاستاذ. الكلام اللي هقوله ده محدش يعرفه. ده كان سر بيني وبين ابويا الله يرحمه. موصيني ما افتحش الكلام ده الا في حضورك يا عم الاستاذ. خير يا سعيد. نقرا الفاتحه على روح ابويا الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. الله يرحمه ويرحم موتنا جميعا. أبويا الله يرحمه قبل ما يموت خرج كل الناس بره الأوضة وقال لي تعالى يا سعيد. قلت له مالك يا بابا؟ مالك؟ قال لي قرب منا يا سعيد. قربت. قال لي وطي عليا. وطيت. قال لي حط إيدك في جيبي وطلع اللي في جيبي يا سعيد. قلت له لا يا بابا لا، انا عمري ما حطيت ايدي في جيبك يابا. قال لي اسمع الكلام يا واد. حطيت ايدي في جيبه لقيت شويه ورق. قلت فيه ايه؟ ابويا بيخرف ولا ايه؟ قال لي اقرا اللي مكتوب في الورق يا سعيد. بصيت في الورق لقيت عقود بيع. كداب في اصل وشك. ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. ما تستهدي بالله. امال يا سناء يا بنتي؟ هو الراجل لسه قال حاجه؟ بصي احترمي نفسك لا بهدلك. ما تقدرش تهوب ناحيتها طول ما انا عايش يا سعيد. يا عم روح انت كمان كده. طب استاذن انا بقى. خلاص عم الشيخ تمام خلاص. استهدوا بالله ونتكلم كلام عاقلين واحترموا وعدتي. ما صحش كده. كمل يا سعيد. قريت الورق لقيته عقد بيع للبيت والورشه باسمي. قلت له لا يابا لا انا ما يرضنيش. واختي ومراتك وابنك. قال لي لا ده حقك. البيت والورشه حقك يا سعيد وانا عارف يا ابني انك مش هتظلم حد فيهم. وطب ساكت. وادي الورقه اهو باصم عليه بايده. شوف يا سعيد لو شيوخ الدنيا كلها صدقتك انا بقى مش هصدقك. اعملي اللي انت عايزاه طالما انك قليلة الادب ومش محترمه حد.
عم الشيخ العود معاك ودي وصيت ابويا. بقى ابوك وصاك تاكل حقنة قبل ما يموت؟ ليه؟ كان غضبان عليا ولا غضبان على ابنه اللي لسه عايل؟ ما خلاص بقى يا بنتي. خلاص ايه يا عم الشيخ؟ انتوا هتجننوني؟ ده سعيد منصور ياكل مال ولاده قبل اليتامى. ما هو حرمك من الميراث عشان لسانك الطويل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شيء معمول حسابه وانا ما ظلمتش حد. وكلمة زيادة هطردك انت وجوزك. وانا اروح فين انا وابني؟ تقعدي في بيت ابويا تربي ابنه اللي هو اخويا. مش ده الحق برضه عم الشيخ؟ انا لحد كده ومليش حكم. ده عقد بيع وشراء ومن حكم في ماله ما ظلم. كده؟ ماشي يا سعيد انا همشي. لكن ويمين الله ما هيعدي صبح ولا ليل عليا الا لما اكون داعي عليك في كل ركعه وفي كل اذان. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. يلا يا واد امشي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ما قلت لك يا سناء قولي لابوك على كل حاجه قبل ما يموت. اهو مات وخد كل حاجه. اله يدخل عليه بالخراب ويصرفه على المرض. قادر يا كريم. وجايب الشيخ معاه علشان يشهد. هو الشيخ تمام هيعمل له ايه بس؟ هو ده حد يقدر عليه؟ معقوله؟ معقوله ابوكي يكون كسب كل حاجه قبل ما يموت؟ مش ممكن يا فتحي، مش ممكن. ابويا مش ممكن يعمل كده ابدا. انا شفت الرسومات والعقود. تفضل يا رب ارفع قضيه. هيكسبها. هو مش عبيط ولا برياله. هو فاهم بيعمل ايه، بيخطط ويدبر وعامل كل حاجه وهينفذ. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ده الاشاره. ايه الاخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. وانا يا يسر عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس. هي محجوزه هنا ما بعتها لها. ولا امشي من هنا. ايه يا باشا وانا اجيب لها ايه؟ ما اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده اتكل على الله. ولا يا باشا تتعرفها منين؟ من حارتها يا باشا، حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا قلت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعت ما رضيتش تاكل. طب دخلها الاكل وما بعتها. اه منى عباس. اي امك بعتها لك الاكل ده؟ تعالى يا بنت انت وهي، ده اكل بيت. مرة قورة قوي يا بنت في الطبيخ. جت مر مرة يشطح بوزك. ايه مرة دي؟ لما امي انا تبقى مرة، امال امك انت تبقى ايه؟ امال يا اختي هي مش مرة ولا ايه؟ امال انت يا ليلة الادم، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي، انا قريب الادم جوه السجن وبراه يعني. انا قريب الادم على روحي. ما انتيش طافحة قومي. انت يا بنت ما انتيش قد مني يا بنت. ما انتيش طافحة. يا نهار اسود. ما انتيش طافحة يا وهي. يا اخويا انت لوري نفسك يا بنتي. لوريك. ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من مطر انت هترحل على النبا والنبا على السجن. احسن ما شافش الاشكال الواسخه دي. احنا برضه اشكال واسخه. مش عارف اسكت يا مرة ولا امسح بكرامتك الارض. تحت عبرك يا بيه. حاضر. حاضر يا بيه. يوسف كلبش البت دي ورميها في الطرق. يلا فهم. ما تحترم السجن يا مرة. كل واحد تقعد مكانه. اقفل يا ابني. قال لي احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت.
انا ما اقدرش اتجوز على مراتي كدب خيبه كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. يعني انت اللي حال خلاطك قوي، ما انت متدهول في البرشام عشان تسد ويا ريت نافع. ما تبصش انت اللي بقى يا سبع، ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش بال. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني عشان كده، يمكن ده اللي خلاني خايف مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم دول نسوان فار، كل واحده عايزه تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. المساواه، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستك، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كف الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجه، النسوان هي اللي بقت مفتريه. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحدة متجوزة واحد ومحتكراه، مع ان الحكومة منع الاحتكار. انما لو سمحت بقى ان جوزها يتجوز واحدة واتنين وتلاتة مش هيبقى في عوانس في البلد. الله يفكر. طب بس ازاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بقول ايه؟ اوعى تخش يا معلم. على الباب اهو، الباب اهو. ريت الشاي شويه يا رجاله. عبد الله، عبد الله مهندس نبيل معاك من الكرتون. تاخد ايه؟ كرتونه ايه؟ قلت اللوند. ليه؟ لوند. لوند. ثانية واحدة. كرتونة يابا. هات الواد ده. انا مش بتاعت الحاجات دي، صعب البيت. يا لهوي يا لهوي، صعب البيت. يا لهوي يا لهوي. يا سلام فيه. الحقيني يا اختي الحقيني، بيتي اتخرب بيتي اتخرب. طب وانت صوتك المنيله هيطردوني من العماره. تعالي تعالي قولي لي في ايه. الاستاذ ممدوح يا وداد، الاستاذ ممدوح. ماله؟ موته يا وداد، موته موته. يا لهوي. نامي يا بت نامي، ايه اللي حصل؟ ابدا يا اختي، انا رحت عشان انضف لسه بقلع هدومي، لقيته بيمد ايده عليا، قمت زقاه قام واقع على دماغه يا اختي، ما حطش منطق. وجرى له ايه؟ ما اعرفش، ما عشان كده جيت عشان نتصل بيه وتطمنيني. بس انا قال لي ما بينطقش. خرابي خرابي. طب تعالي بقى نتصل من الكشك اللي بره. تعالي يا اختي. التليفون يا اخويا. يا رب اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه، الست موجوده؟ لا مش موجوده، خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء، سناء مش هنا، انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. لا يا بيه لا يا بيه، الحمد لله عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه، لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص، الله الغني، انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
صباح الخير. صباح النور. بص يا ست سامي، ال 40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه. وارحمنا جميعا. الناس بقى بدات تلخبط وتلوك في الكلام، وانت صغيره والناس لسانها طويل. قطع لساني اللي جيب سيرتي بكل. ما محدش هيقول في وشك حاجه، واحنا ليه يا ست؟ ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلمي هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد؟ الله، اما نمشي احنا. اما امرك عجيب. بقولك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه، افهمك ازاي يا ست؟ انا بحافظ عليكي وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيب ورثك؟ فمح كل حاجه قبل ما يموت، واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجة، ما دام ما احترمتش عظم التربة، اعمل اللي انت عايزه، واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والآخرة معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولمي حاجتك، وخلي بالك من نفسك، أي حاجة تعوزيها أنت أو ابنك اللي هو أخويا الصغير، من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى مية. يا عم انت بتقول ايه؟ انا ما صدقت ربنا سترها في موضوع اللقمه ده. وطي صوتك يا عم، هل صوتك ليه؟ انساني يا عم، المشوار المره دي نضيف. نضيف ازاي؟ ما هو لو نضيف احنا بنوطي صوتنا ليه؟ في 20 باكو، يعني هنجيب التاكسي اللي بتحلم بيه. مصلحه سهله، عمك مصلحي عايز يعلم دورينه، معهوش رخصه، عايز حد بس يامنه لحد ما يبني، وهو عارف الحقيقه هيرفع قضيه وهتتحل بالفلوس وهيدفع. طب والمطلوب ايه؟ هتتزرع قدام البيت لحد ما عمك مصلح يشاور رملته وطوبه واسمنته. خلاص الشيشه؟ خلاص يا ابني. لو حد عدى من الحي هيلاقيك قاعد هيمشي، بس انت بقى عليك تفهمهم، ما يشونوش، مواعيد المرور، يقفلوا الباب عليهم، يشتغلوا بالليل. طب وانا بقى هقعد قدام البيت ده بصفتي ايه؟ هات لك شيشة واقعد شوف لك أي حد صاحبك من السكان، لغيف أي حوار. ده هم أسبوع يعلم الدورين ونقفش. لو رئيس الحي عدى. لو الحي هد الدورين هد معاهم، يلا. هد معاهم صح. كده بقى يبقى مصلحة نظيفة. أنت بقى هتعمل إيه في المصلحة النظيفة دي؟ أنا من جوه بقى بمنع المرور، ما تصحى يا عم. يا عم خلينا نايم، إحنا شغالين في النظيف. فين الفلوس؟ طب شيل بس المطوة دي يا حبيبي، ما توديش نفسك في داهية عشان ولي عجوزة زي حالاتي. خلاص انت هترغي معايا؟ تحت الكنبة هنا اهو. يا عبد الله! أي الحمد! أمين يالا! يا سبتي! يا ولد! يا لهوي! أمين يالا! يا ولد! أمين يالا! يا ولد! كده ده تاني! وقف معايا يا يالا! يا ولد! يا ولد 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 ما تسرقش تاني. سامي يا ولا يالا، سامي ولا يالا، بس خلاص ربي يسعدك علينا يالا. معلش والنبي حاج، قوم معلش والنبي حاج. ايه دي يا معلش والنبي حاج؟ خطوه يا لهوي يا لهوي يا قوم يالا يا لهوي يا واد. سيب يا اما ودي لي اسمي يا اما. سيبه يا ابني، هو بس اللي حرامي. اقرا اقرا ابني.
ياما كنا ودينا الاسم ياما. اسم ايه بس؟ يعني هو كان سرق لونه الحي. يا دي لونه الحي، مش هنخلص بقى من الموضوع ده ولا ايه؟ ولا قلبي هيصفالك ابدا الا لما ايدك تنضف من الوساخه اللي طلتها. ياما خلاص بقى ياما، غلطه وراحت لحالها. حلها ايه بس يا ابني؟ الحلال مفيش احسن منه. يا دي الحلال، هنمشي في الحلال لما نشوف اخرها ايه. هتشوف الخير والهنا كله ان شاء الله. اقفش. ايه يا بت، بتحبي ولا ايه؟ يا ريت يا اختي يا ريت. يبقى جوزك وحشك؟ مش متجوزة ولا مرافقة ولا مصاحبة يا بت؟ عايزة ايه يا ولية؟ ما تتلمي بقى. الله مالك، امال عايزة كده تفهميني انك سك؟ لا يا اختي بحط تل. ما انت ليكي في اللونة هو بتفهمي في الخمرة، اما الملك قاعدة مكتومة كده وسكتم بكتم. احكي لك ايه؟ اسمعي بقى، انا صايعه قوي قوي وافهمها وهي طايره، واعرف عين الست من اول ما ابص فيها. وانتي عينك كده سايحه ونايحه وجواها راجل قاعد ومقدد. ما تفضفضي يا حبيبتي، ده انا زي اختك الكبيره. قولي لي ايه بتحبي؟ اللي كنت بحبه مات. الله يرحمه. ده كان ابويا. ارتحتي؟ ابوكي؟ ما كلنا حبينا ابونا. انا بتكلم يا بنت عن الحب التاني، الأمور. قصدك الحب أبو غرض يعني؟ أيوة هو أبو غرض، ده اللي أنا بتكلم عنه. لا يا أختي عمري ما حبيت، ولو حد كان يبصلي بصة كده ولا كده كنت أخاف منه. في الحتة بتاعتنا في صنفين من النسوان، يا إما النسوان بتخاف من الرجالة عشان أهلها، يا إما النسوان بتحب المشي البطال ده. يعني ما أخبيش عليك يا حبيبتي، أنا الصنف التاني ده، ومش المشي البطال سايقني وبس، لا ده طير بيا طيران. الله اكبر الله اكبر. على فين يا جدع؟ برال انت كل ما تشوفني تقول لي على فين على فين؟ تكونش اشتريت الحرارة معرفش. ما انت برضو كل ما تشوفني بتنساني. طب اخلع خفيف اخلع. مين؟ انا. انت مين؟ صلاح امين الشرطة. انت عايز مننا ايه تاني؟ ضحكت على البنت لغاية ما قبضت عليها، روح منك لله، ده انت خراب. ليه كده يا حاجة؟ ده انا بالعكس كنت عايز اساعدها. تساعدها؟ تساعدها ولا تحبسها؟ اخذت لها سنة حبس. روح منك لله يا شيخ، حرام عليك. ما تزعليش، اهي سنة تاخدها بالطول ولا بالعرض، بجملة العذاب والمر اللي احنا فيه. على كل حال انا موجود، لو احتجت حاجة كلميني. يا استاذ شيل حاجتك دي، احنا مش عايزين منك اي حاجة يا استاذ. يلا اتفضل يا حاجة، دي حاجة بسيطة عشان العيال الصغيرة. العيال بخير ومستورين، وانا موصياني ما اخدش منك كفة حاجة، توكل على الله. موصياتي؟ السلام عليكم. أنا بيه يا ابني، انت فين قدام القهوة؟ انا على القهوة اهو. انت فين؟ الراجل هيبتدي شغل النهاردة. ايوه يعني هنقفش. سردينة قهوة. حاضر. هتروح له اي حد يظهر من الحي لغيه. انا خايف ابول رئيس الحي ده يطب علينا. يا عم وانت مالك؟ هو انت اللي بتبني في الممنوع؟ اي كبسه ارفع ايدك، مالناش فيه. ماشي يا عم الحاج، لما نشوف. مش شغالين في النضيف؟ قهوه فين يا سردينة؟ حاضر على النور بسرعه. بس عايزين نقفش لحسن دي ميته خالص. عيني تقول معاه مش صرفات اي 50 جنيه. الراجل اسمه خميس ده عقلاني النهارده. ما انا قلت لك يا فيتا مش هعرف. وانا بس اللي هدفع يا عم غمال ولا ايه؟ انت هتذلنا يا صاحبي؟ يعني انت مش عاوز؟ يا عم انا لسه حتى في حقن الطلق. بقول لك ايه ده بيتا، ما تيجي نبيع التلفزيون ده. تلفزيون ايه يا عم؟ ابويا لو جه ما لقاش التلفزيون ده هيشقلطني. يا عم انت ابوك ما بيجيش غير كل اول شهر، يعني لما يجي الشهر الجاي نكون جبنا واحد بدال. انسى يا عم الموضوع ده، انا اروح اشوف عيال صحابي افتشهم في اي دماغ. وهتسيبنا يا صاحبي؟ اما انا اعمل لك ايه يعني يا عم غمال؟ خلاص يا بيتا خليك، انا هقوم اتصرف.
تسرق من دولاب ابوك يا جمال؟ دي اخر تربيتي فيك. ايه بابا، انا كان لازمني فلوس وخفت اقولك. من امتى بتخاف تطلب مني فلوس؟ انا حرمك من حاجه؟ ها؟ وديني مصروفي ما يعديليش والعيال بتنقلص عليا عشان معيش فلوس. 300 جنيه لعيل زيك في الشهر ما يكفوكش؟ ليه؟ بتشرب حاجه؟ لا ربنا يا رب. تاخد كام من دولاب ابوك يا جمال؟ كنت هتاخد كام؟ انت 400 جنيه. خد يا جمال 400 جنيه. لا خلاص يابا مش عاوز. خد يا حبيبي. ولما تعوز فلوس تاني يا جمال قول لي يا حبيبي. عارف ليه؟ عشان انت ابني يا جمال. الورشة والبيت وفلوسي كلها ليك. عايزك تبقى راجل يالا. عايزك تبقى راجل وتجيب القرش بالهوى مش بالسرقة. المرة دي سرقت أبوك هيسامحك ويداري عليك، لكن لو سرقت حد غريب مش هيسامحك يا جمال ولا هيداري عليك. هيفضحك يا ابني ويمكن يحبسك. فاهم يا جمال؟ ما تزعلش مني يابا. آخر مرة تعمل. حاضر يابا. عايز 400 جنيه ليه بقى؟ ولا حاجة، أنا هجيب حتة موبايل لقطة مع واد صاحبي. ماشي يا حبيبي. 400 جنيه معاك أهو. هات الموبايل. وخد 50 جنيه دي كمان. خليها معاك. ماشي يابا. يلا. خلي بالك اللي احنا لفينا الدنيا كلها لغايه ما جبنا لك النمرتين دول. احنا عاملين معاك كل الواجب. الله يكرمك يا معلم. الله يخليك. طول عمرك ابو الواجب. الله يخليك ويبارك لك. هات يا عم. عندي عبد الله. عندي انا. بس الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه؟ اتفضل فلوس ايه؟ هنستلم امتى بقى؟ دلوقتي حالا يا ريس. تمام. الف مبروك. الله يكرمك. الله يخليك. الف شكر. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. يا عبد الله العربيه واقفه وحش زيرو. خد هلا سمي بقى وخش برجلك اليمين على اساس فتحه خير. يا الف شكر يا معلم. الله يبارك لك. ربنا يخليهم لك. على مالك. ابو تاكسي تاكسي تاكسي. ايه وجبنا تاكسي تاكسي. ايه الحلو تاكسي تاكسي. اوبا اوبا اوبا. بقول لك ايه يا صاحبي، اللي اوله شرط اخره نور. تمام كده، محدش يعرف اي حاجه ان احنا جبنا تاكسي. ها ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ اما بنعمه ربك فحد. ايوه يا حبيبي، حدث ده لما تبقى فلوس يمين مش شمال. يا نبيل، هو في حد بينبش ورانا ولا ايه؟ طبعا يا معلم. من اين لك هذا؟ فجاه كده بقى معاك فلوس وانت قبضك كله على بعضه ما يجيش 500 جنيه؟ نبيل، انا على يدك مجرد المصنع، يعني كله امان يا معلم. يا حبيبي، حق الدورين بتوع الحاج مصلحي ممكن يتهرش. ما يتهرش، واحنا كاتبين على نفسنا وصل ولا ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه، ما حدش يعرف اي حاجه، واذا اي حد سالك قول له ان انت سواق على التاكسي ده. يعني هم هيدوك نشال لو عرفوا ان انت مشارك على تاكسي. خلاص ما نقولش لحد ولا صباح ولا حد طمي. واما اما اما وتعالي ياما ياما. وجبنا تاكسي تاكسي. ايه تاكسي تاكسي تاكسي. وتعالى وانا تاكسي تاكسي. وياما ياما. بس يا بس يا بيه بس يلا. الله يخرب بيوتكم. وحشتوني يا عيال. تيلكم. ايوه يابا. ايوه يا نادي يا بنتي. قولي لامك اني اني دخت على الفسيخ اللي هي طالباه ومش لاقيه. اني عارف هي مش هتصدق. اعملي في امك بقى. تعملي يعني ايه؟ خلاص ما تجيبش. بس ما تنساش الحنه اللي امي قالت لك عليها. حاضر حاضر جبتها. قولي لها بقى انني طالعه لمحطه القطر عدل. ها مش عايزين حاجه؟ يلا مع السلامه. نصيبها كده بقى، اعوضها لك مره ثانيه. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. السلام عليكم.
الراجل اتاخر قوي، مش عاوزه يتاخر كده. يا عذرا هاتي بالسلامه، ده انا ماليش غير لا واد ولا بنت. يا واد ابوك تعب قوي وعايز يستريح. انزل بقى يا عادل اقعد في وسطينا، يعني هما الخواجات احن مننا عليك. ما تتهد بقى يلا، اتهد بقى واقعد في حته، اركز شويه. بس نطمن حاجه، هات العوايب سليمه. اعلنت وزاره الداخليه عن وفاه 58 شخصا في حادث انقلاب قطار الصعيد المتجه الى الجيزه، وقد اصيب في الحادث حوالي 120 راكبا. يا سبتي ارحموني يا نادية، ارحموني الراجل يا اختي. بس كنت جنات يا اختي. في يا ست سعدية، في يا ست سعدية في ايه؟ يا جماعة الاسم اسم حد قريب يخش. عاشر مرة اقول الكلام ده، حرام عليكم تهقطوني في عيشتي. المتوفيين من باب المشرحة، افهموني بقى، حرام عليكم. محمد سمير احمد، كسر في عظام الفخدين. الحمد لله، اجري يا واد. مبروك يا اختي. علي حمدي السيد، كسر في عمود الفقري والاطراف. قول منين لو سمحت؟ باب السبال الثاني يا اخويا، باب السبال الثاني. ماهر عبد السيد، شارع النصف. أنا مهلك يا أخويا، نورت بيتك يا سماية. أنا مهلك يا حبيبي، اسم الله عليك. بالراحة بالراحة. بص بص، أيوه. عايزة حاجة تانية يا خالتي سعدية؟ ما نجيبكوش في حاجة وحشة. سلام يا أخويا. سلام. يا حبيبتي بقول لك ايه، بس بقى بس يا اختي بقى، انا اروح اسلق له فرخه كده يشرب شربتها ترم عظمه. مش نكديه وليا بقى، فرحه وحمادي الراجل كان خارج على رجلي. امر الله يا اختي، امر الله، احمدي الرب. لا سحر قايل. خدي الغيره. نورت بيتك يا ليلي. نورت بيتك يا حبيبي. يا ماهر مالك ساكت كده ليه من ساعة ما شفتك؟ عيط يا اخويا، انت خلاص بقيت في بيتك، عيط. نشكر ربنا على كل شيء. امال نشكر الرب على كل حاجة. عيط يا ماهر، ده العياط فرق. عيط يا حبيبي. الهيب عليك يا سعدية. عليك يا مان، ما تقولش كده. انا اخدمك بعناية يا حبيبي، ده انا اركع ركبي واخدمك. انت يا ما شلتنا انا وعيالك. اهو نتعكز على بعض لحد ما الرب يطلب. يا عبد الله. ازيك يا صباح؟ ايه يا عبد الله، امي مش هنا. عادي يا بنت، في ايه مالك؟ هو ايه اللي عادي؟ بقول لك امي مش هنا يا بنت. بس خش مش. اخش فين يا عبد الله؟ يا بنت خش يا بنت، امي مش هنا يا بنت. بلاش كلام فاضي يا عبد الله. يعني خلصت بدري يا صفيه؟
ربنا رزق، هقعد اعمل ايه؟ ادعي لي يا اختي والنبي ادعي لي. صحي الظهر عايزاه يرزقك ليه؟ كل واحد بياخد نصيبه يا صفية. روحي يا وليا. وش واحدة نايمة يا بنت؟ ده وش واحدة نايمة؟ هي امال امال يعني كنت فين؟ من هنا يا بنت؟ من ايه ياما؟ مفيش حد. طيب يا بنت مين اللي هنا؟ مين اللي هنا يا بنت؟ مفيش حد ياما، مفيش حد. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مفيش حد ياما، مفيش حد. مفيش حد ازاي؟ اهو. طيب انت تحت السرير يا واطي. اطلعي يا واطي. مش عارفة تصبري؟ يا تنبريحنا يا تنبريحنا يا تنبريحنا تخليني بشع وطي راسي في الحر يا رب يا رب لا يا رب توش شو انت صوت وانت صوت صوت تطلعش تتريع علي يا شباب الملك العطل بشعي عشان اصطرك واخلص مش عارف سيدي لابسك يا ملك راسي صوتك ما يطلعش يا بنت اللي قتلك صوتك ما يطلعش لحظة ما المفروض الجوازة دي ضهر ضربة دخلك شر خرسي خرسي والله يا اما زي ما بقول لك كده هو ده اللي حصل والله هو ده اللي حصل ما حصلش اكتر من كده والله لما تحلف لي من هنا لاخر الاوضه ما تصدقك ايه واد اللي دخلك اوضتهم وامها مش موجوده كنت عايز اقول لها حاجه يا سلام عايز تقول لها حاجه طب استلقى بقى اللي هيجرى لك خد شوف عبدالله تعالي يا صفيه امشي اطلع بره يا واطي امشي قلبي وربي غضبانين عليك امشي تعالي يا اختي تعالي اقعدي بصي خالتي بصي بقى الدبه اللي جابها محروس ابنك اهي ما تلزمنيش جينا بقى للقرف ليه يا اختي خلاص الواد طلع بره وتعالي بقى اما نتكلم على المكشوف نعم قولي يا خالتي عايزه ايه ابن انا بقى اللي هيخش النار والدلعه دي بنتك اللي هتخش الجنه يعني ايه يا خالتي يعني ايه يعني غلطه وراحت لحالها ما قلناش حاجه لكن الواد حلف لي انه ما حصل بينهم اي حاجه الا يعني زي ما تقولي مخطوبين جرالك ايه يا صفيه جرالك ايه يا اختي ما تشهلي بقى واستطري البيت خلينا نخلص يا لهوي وهو انا مهدود حيلي غير عشان اسطرها يا خالتي طب ما يلا يا اختي قربي البعيد اعمل ايه يعني اعمل ايه خلاص احنا ندخلهم الجمعه الجايه ندخلهم فين بس يدخلوا فين دول يشوفوا لهم اي مطرح بايجار لحد ما ربنا يفرج عليهم يلا يا اختي ربي يا خايبه للغايبه بكره تترمي رميتي دي هم يتلخموا في عيالهم وانت بقى دوري على اللي يسال عليكي يعني عاجبك يلو دراعنا كده سميها بقى زي ما تسميها المهم الاسبوع الجاي نكتب واللي من وراه يخشوا 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 يغوروا من خلقتي يخشوا في 60 دقيقة هم الجوز وصلي صلي صلي والنبي صلي صلي عاد نبي صلي صلي واتدحرج واجري وتعالى على حجري يا رماعه ويا رمانة وحدي ايوه كده يا أمه اهلا وسهلا يا اهلا بيك اهلا بيك يا اخي كان حضرتك قد ايه معلقة واحدة وخيرك ده البيت نور منور باهل والناس يا حبيبتي كتر خير اتفضلي يا حبيبتي تسلم ايديك يا حبيبتي شكرا اشكر ربك يا مهندس انها جت على قد كده يعني هنشكر من غيره نصيب. الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا دي وعيشة بنتك عاملة ايه الحمد لله يا اختي سألت عليك العافية وشوقي ده انا بقالي كتير ما بشوفوش لا اصل شوقي لا شغلانة متعبة قوي ده احنا نفسنا ما بنشوفوش انا كل فين وفين ربنا يكرمه استغفر الله العظيم بأمانة الله هو ولد ابن حلال وفي حاله يعني هيطلع لمين اللي غير لابوه
وهم بقى مقدس هيصرفوا لك تعويض ولا هيطنشوا؟ بصراحه يا استاذ تمام، يوم الحكومه بسنه من ساعه ما حصل اللي حصل ده ما صرفوش غير 5000. كتر خيرهم، اللي يجي منهم احسن منهم. اللي قولي لي يا اختي، عادل ابنك بقاله مده مسافر، مفيش اي اخبار عنه؟ هنعوض عند ربنا، هو دريان ده حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهديه ويهدينا يا رب. اسكتي يا اختي على شوقي. يلا يا زينب. الله الله، ما انت قاعد يا استاذ تمام. احنا قلنا نيجي نطمن عليك، قدر الله ما شاء فعل يا اخوي. يلا يا زينب. انتوا لسه ما شربتوش الشاي؟ لا انا شربته الحمد لله. يلا كتر خيرك يا اختي. يلا سلام عليك، فوتي بعافيه. الله يعطيك فوتك بعافيه. انا البركه. يا عيني عليك يا سعديه وعلى اللي جرالك. يا بنت اجري شويه، ايدك اتبلت. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذ تمام؟ اهلا يا صبحي، بركة انك جيت تشوف حماد. الواجب بقى هنعمل ايه؟ طول عمرك صاحب واجب يا اخويا. بركة يا اخويا انك انت برضو جيت تشوف حماد، الناس الكبار دول ما يتعوضوش ابدا. طبعا يا خالتي نشكر ربنا على اي حاجة. ما نجيلكمش في حاجة وحشة. يلا يا بت. والله ما في اوحش منه على فكرة. الواد صبحي ده مش تمام، بيقعد طول النهار على القهوة وبيلعب قمار. يخيبه بيلعب قمار؟ بس المادة كان كويس قوي يا حاج. ولا كويس ولا حاجة، طول عمره مقرف ومطلع عين البنت نادية، ده حتى الراجل الكبير يا وداه تعبان قوي بسببهم. يا مخلص. يا عيني عليك يا سعدية وعلى حظك المهب، الواد الكبير بقى له 20 سنة وطفشان منها، والبنت المتنيلة على عينيها دي بقى قلبها قاسي من ساعة ما اتجوزت، نسيت أبوها وأمها، ده القرف بتاع العيال دول. يا ساتر يا رب. العيال كده جايبين التعب لأهاليهم. يلا أنا عارفة إيه العيال اللي تعبت. مش وطي صوتي. شوقي أخويا. ازيك يا بنتي؟ عايش؟ ازيك؟ وحشتيني وحشتيني قوي. أمّا أمّا شوقي هنا يمّا. شوقي؟ شوقي؟ يا حبيبي يا ابني. ازيك يا شوقي؟ وحشتيني قوي. وحشتيني قوي. إيه الواد الغيبة الطويلة دي كلها؟ أخشى عليك يا شوقي. كده برضه؟ مالك يا واد خسس كده ليه؟ ما كنتش بتاكل ولا بتشرب؟ لا يمّا بقى. طب كنت بتصرف منين؟ من الشغل يمّا. شغل إيه؟ تعالى 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 يا أخويا، أبوك مش هنا. عارف يمّا. تعالى أقعد. عارف إنه راح يعزي. ما تمشيش بقى يا شوقي، خليك معانا. معلش يا عائشة، معلش، هي فترة كده بس، أوعدكم هرجع، هرجع إن شاء الله. بقولك إيه يا شوقي؟ عشان خاطر يا ابني انزل لأبوك واستسمحه وإن شاء الله هيسامحك. عشان خاطر. لا يما، أبويا لو كان عايز يرجعني البيت كان رجعني وأنتِ عارفة. بس أنتوا وحشتوني، قلت أجي أطمن عليكم وأسلم عليكم. عاملة إيه يما؟ احكي لي. وأنت كمان يا شوقي وحشنا قوي يا حبيبي. وأبوك ما وحشكش؟ أنتِ عارفة يما أنا بحبه قد إيه. وهو كمان بيحبك قوي. بس هقول ايه؟ ربنا يهدي الحال يا ابني. طيب انا لازم انزل قبل ما يطب. خليك يا شوقي ما تمشيش. امسكي يا امي، امسكي، خلي الفلوس دي معاكي. لا يا حبيبي انا مش عايزه منك حاجه. يا امي دي فلوس شغلي. خليهم لك يا حبيبي، وبعدين ابوك لو سالني هيقول لي جبت الفلوس دي منين؟ اقول له ايه؟ طول عمرك بتخافي منه يا امي. يا ابني مش بخاف منه ولا حاجه، مش برضه هو ابوك. ادعيلي. رايح فين؟ ادعيلي يما، لازم امشي. شوف وشك بخير. اقصى عليك يا شوقي. سلام يا عيشه. ولا حسبني تاني يا شوقي. اقصى عليك يا شوقي، اقعد معانا يا حبيبي عشان خاطر ربنا يهديك. ادعيلي يما، ادعيلي. ربنا يهديك يا حبيبي. شوقي يا شوقي، اقصى عليك يا شوقي. يا رب يا رب نجيه ويكفي شر الطريق يا رب. يا رب يكفيك شر المستخبي في علم الغيب يا شوقي يا ابني يا رب. منى بنتي يا منى، وبعدين مالك كده يا اختي؟ من ساعه ما استجنتي يا اختي ما بتنطقيش، وسايباني كده وقاعده سكتم بكتم. ما تقولي حاجه. قرفانه يا بيسه؟ قرفانه. قرفانه من ايه بس؟ دي هي سنه واحده. منه لله. ايوه، مين بقى ده اللي منه لله؟ اللي كان السبب هيكون مين يعني؟ بصي يا نور عيني، انا السجن علمني حاجه واحده بس، إني ما أمنش لأي مخلوق مهما كان. عامل إيه بس؟ وقعد يسبل لي يلا في الآخر سلمني بإيده. ومين سمعك يا حبيبتي؟ ما هم رجالة كلهم كده. بالك؟ ما أنا برضو جوزي اللي حبسني، أمال هيكون مين؟ بس أنا هسيبه أبداً، وغلاوتك عندي ما أسيبه أبداً. إن ما نيمته في بطاس ما بقاش أنا بيسة. عندك عيال منه؟ عندي اتنين يا حبيبتي، والاتنين في الأحداث.
اصل احنا اسره مفككه بعيده عنك. يا لهوي عليك يا اختي. اضحكي اضحكي، محدش واخد منها حاجه يا منى. هما يومين بنقضيهم، يا بره السجن يا جوه السجن. طب نامي نامي بقى، يلا نامي. مين هيجيله نوم؟ ادينا قاعدين. اوعى يا واد، انتوا هو تكونوا مزعلين امكم. لا والله اسال ايه؟ بتقولي جالك يعني؟ اما واد بجح صحيح. لا وايه؟ جايب لي شويه كياس مشيته هو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره قنبني. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجه. رحت لصاحبتك مديحه تهربت مني، وخالك ايد ورا وايد قدام. المهم فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعمله وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع، ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال، الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص ياما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرص، وخالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خدي بالك من نفسك. انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. اكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا اسري، الموضوع ده ما خرجش بيننا. اهيب، ده انت اول مره توصلني في طلب، طول عمري انا اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن المنطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج لو تهمك قوي. ايه هو؟ هو تصايع شيء القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره ورد عليه. وانا مستنيك. هي كفايه بص بقى في صوره الواحد، صدقيني هنموت من غير ما نشوفه. نفسي اشوف نمر. وبعدين انا كبرت، فضل لو شافني دلوقتي مش هيعرف. هو بطل يطلبنا ليه؟ انت بتساليه بقى؟ راح اساليه. اعمل ايه؟ الواد وحشني قوي. طب يكتب لنا جوابات يطمنا عليه. انسانه كده كأننا ما كناش موجودين في حياته. هو ينفع؟ لازم يجيبني كسعادية. خلاص كلبه مات، مبقاش يفكر غير في نفسه وبس. ادعي له بالسماح يا سعادية. قومي نامي، انت تعبانة من صباحية ربي. هو فين النوم ده؟ خلاص العين جفاها النوم. خلاص خليكي كده، خليكي كده، احرجي في دمك على حتة كلب ما يستاهلش. أنا تحت أمرك يا باشا. منى خد السنة حبس. عارف يا باشا. بنت غلبانة، عايزين نساعدها. ما هي نازلة استئناف، ربنا معاها بقى. بقول لك عايزين نساعدها. مش فاهمك يا باشا. عايزين حد يشيل القضية. هات قهوة سادة يا ابني. بص يا باشا، اتمنى ما اكونش انا اللي في دماغك. لا مش انت، بس انا جاي لك عشان تشوف لي حد. نشوف يا باشا نشوف، البنت حلوه وتتخدم برضه. ما تظبط نفسك يالا، ما تخليش دماغك تروح لبعيد. بعيد قريب، المهم المصلحه تقدر. ماشي، عندك حد يخلص؟ هحسبها لك. اللي هيشيل ده هياخد سنه، ست اشهر بالميت. هيتظبط ويشيله كده، تلاقي كتير يشيله. اجيبهولك امتى؟ اهم حاجه اكون بعيد عن الموضوع ده. عيب يا باشا، انا هخليه يسلم نفسه قبل الاستئناف واظبط لك الدنيا.
فهمني اكون بعيد عن الموضوع ده. وانت مين يا باشا؟ انا ما اعرفكش. خلصوفي خلصوفي. ايش هي يا حبيبي؟ خلصوفي بتقول تعالي كلمها بسرعه. ليه في ايه؟ تعبانه قوي. يا لهوي ده يكون جالها انفلونزا لحظة طيور. ام حموده خلي عينك على الفرش على ما ارجع. سلامتك يما. سلامتك يما. بسم الله الرحمن الرحيم. يما. يا اختي اسم الله. يا جالها ساعتين مرميه الرميه السودا دي ومحدش عارف فيها ايه. خلاص بقت كويسه. تبين من الاول امبارح انك تعبانه. بنتي صباح نادي على عبد الله يجيب التاكسي نوديها اي مستشفى. لا استنيدوني اطلع برا اخد التاكسي. انتي قادره تتنفسي لما حتمشي؟ امال انتي فين؟ ما تجيبيليش سيرتها. حاضر. ما تجيبيليش سيرتها. حاضر يا سلامتك يا اختي سلامتك. حاسه بايه بس؟ جنبي يا صفية. ما تلاقيكي بطلتي تاخدي الدواء. انا جسمي نحس من كتر الدواء. الله شر عليك ما بعتليش ليا ماهر. اعمل ايه؟ ماهر مش راضي يا صفية. وانا لو لابو صحتي كنت شلتها على اكتافي ورحت بيها على المستشفى. يلا عبد الله بيزمرها. على ما اسمها. على مهلك يا اختي. خدي بالك منها يا صفية. ما تخافش يا ماهر. ما تخافش انا كويسه. مستنيك يا اختي. انا راجعه لك على طول يا حبيبي. مواربك يا اختي. بعد الشر عليك يا حبيبتي. بعد الشر عليك يا اختي. شده وتزول. بدوس بنزين شويه عبد الله. حاضر يا حماتي بس انا بقى تعبانه والله. تعبانه على اخر خالص. بنتك دي مالهاش حق والله. ما ليها حق. ما تجيش تسال عليكي انت تعبانه كده. ايه دي قلبها؟ ايه دي؟ اشحال لو ما كنتيش صالحتي جوزها. ده حرامي. ده مصالحنا عشان فلوس التعويض. اسكتي يا اختي. خدي ربنا موجود يا حبيبتي. ايه دول يا صفيه؟ يا اختي انت كمان في ايه ولا في ايه؟ امسكي يا سعديه معايا فلوس. والله ما خدتيهم رجلي من خطيبه بالمستشفى. ما تحلفيش دماغك حجر عارفه. حاضر يا اختي حاضر. يا الله بدوس والله بدوس. اعمل ايه؟ ان شاء الله العدوين يا اختي. ان شاء الله العدوين. سلامتك يا اختي. على مهلك يا اختي. الف سلامه يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت يا اخويا عايزين تذكرين كده. انفلونزا الطيور. اعوذ بالله. مشكرين مشكرين. عبد روح لي التذكره معاك. تعالى خد فلوس معايا. عين عادها يما. تعالي اختي على مهلك يا حبيبتي. انا مؤاخذه معلش. اقعدي يا خالتي. يا لهوي سعديه قومي يا خالتي. تعالى يا زيدي. مش عارفه اشوف ولا دكتور. تذكره فين؟ تعالى اجيب لك التذكره. محمد محمد يلا يا اختي. طلع عليكي يا اختي. سعدي بسرعة هل خدمة تاني حضرتك؟ لا اتكل على الله. ربنا يشفيك يا خالتي. مش فيها يا صباح. بتاكل محشي بقالك 50 سنة. هو في بطن تستحمل الكرنب ده كله؟ نبي غلبانة يا عبد الله. لا عيل ولا تايل يقف جنبيها. حتى نادية دي كمان اللي لسه جوزها مصالحها حلف عليها ما تخش بيتها. ابنها عادل ده مستخسر فيها حتى التليفونيه دي. عادل عارف عادل ده بقى؟ هو كان معايا في المدرسه. الواد ده كان من اشطر الناس في المدرسه بس خد بعضه وسافر. زهره صباح شطار بس هم اللي بيسيبوا الحته ويسافروا. هو اللي يهجر امه وابوه في الزمان ده بيبقى شاطر. العيال مفيش فقلوبها حنيه عمال بس يقاوم على قد فلوس وخلاص. بقول لك يا بنت صباح انت عارف المستشفى زي دي ممكن تلاقي تحتها تمثال سوق يخلي الحته كلها مليانه فلوس. يا اخويا انت كمان كل حاجه عندك سهله كده. ايه يا بنت في ايه؟ تدخلي لي الخير ولا ايه؟ هو يا عبد الله وما ترميش نفوخك في السكه دي ياما ضيعت ناس. يا عبده. عبده؟ حلو عبده ده يا بنت. قولها تاني. فكر كده يعني ان شاء الله ان شاء الله من غير مقاطعه. لو ربنا رزقنا بحته عيل هنعمل ايه؟ ولا هنعمل اي حاجه، رزق موجود ان شاء الله. بقول لك يا صباح انت مش سمعتي برضه زي ما انا سمعت واحنا صغيرين ان الخرابه اللي في الحته عندنا دي تحتها اثارات. اللي نصيب عليا
سمعت وما بصدقش وانت كمان ما تصدقش. مش معنى ان صاحبك لقى تمثال يبقى انت كمان هتلاقي. خلص الشاي وتعالى وراي. انا بفكر فيها ليه؟ مش عارف لزق في دماغي ليه. هات شاي يا ابني. ولا يمكن صعبان عليا عشتها يا خاطر. معقول بحبها بعد كل اللي عملته معايا؟ دي حدة بنت بتبيع حشيش. الشاي صلاح باشا. لا يا حضرة الظابط فوق. اوعى تضايق على نفسك. حساب يا ابني. حساب يا صلاح باشا. ده انت البلاكمين بتاع الدايرة دي. ما بشربش سفلاء. واصحى للقهوة وبطل عيال السيس دي تقعد عليها. ما بيجوش هنا والله يا باشا خالص. المعلم محرج عليا ما فيش حد منهم يجي هنا يا باشا. مش عارفه بجد والدي جمالك فين. يوسف. نعم. خلصناها الاجراءات بتاعتها عشان تلحق تروح. حاضر يا صلاح باشا. بسرعه. حاضر. يا حبيبتي. الست انت بتعيطي ليه دلوقتي ليه؟ ما هي خارجه. انا مش مصدقه نفسي يا عبد الله يا ابني. لا صدقي. اصلا اتاخرت كتير، انا خايفه يكونوا رجعوا في كلامهم. يا ست والله افراج افراج. انا مش مصدق الغا لما اشوف بعينيا. شوفي اتاخرت ليه؟ ما انت ليك دليل على الاسم ده. يا حبيبتي يا امه. يا حبيبتي يا بنتي. يا حبيبتي اسم الله عليك يا قلبي. الحمد لله على سلامة. الحمد لله على سلامة. مش قلت لك اشوفك على الاسفلت قريب؟ راجل يعملها لي طول عمرك راجل. الحمد لله على السلامة يا منى. الله يخليك يا عبد الله. بيت صباح اخبارها ايه؟ وراحنا الخميس اللي جاي. كفارة يا راجل، أخيرا هتتلم. ما تمدوا شوية يا جماعة عشان أنا بيجيلي أرتكارية من الحساب. الحمد لله. الحمد شكرا لك يا رب. الحمد شكرا لك يا رب. وكمان جيب لي تاكسي بعد ما أحفظوك بالحي. أنا اللي رفضت نفسي، أنا مش في السكن الشمال. يلا كمل. الحمد لله على سلامتك يا قلب أمك. يلا. خش يا تسلمي. ما اعرفش انا بستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي. مش قلت لك 100 مره. يا ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خلع. بتفهم. لا ناصر. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكرني كده ولا كده؟ كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك انت بنت دول. ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى انا عايزك تشوف ليك شغلانه. حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره. محل حلو كده. حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده؟ وكل شهر 200 300 جنيه وما تخافيش، طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ان شاء الله؟ اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايلك مغرقان. نستاهلي كل خير يا ماما. والله. وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم انا هشوفك بكره صح؟ طب هعدي عليك. طب قوم يا راجل عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من القعده. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى.
مالك؟ انت قطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك، حد برضه يقدر يقطر الحكومه، بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول ولا مؤاخذه، يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير هحبسك. خطفتها من على طرف لساني يا باشا. على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا، ما تقعد تشرب شاي هيعجبك، شاي تقيل. مين؟ انا بلال يا منى. افتح. تعال اقعد يا بلال. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعد انت والجدع ده لوحديك، وده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام. يخرب بيتك يا لي، يخرب بيتك، انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكم في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سال فيا؟ انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف، جايبني شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا. هي الوليه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبني يا منى، بس ربك بقى لما يجيت. استاذن انا احسن حد يقول ان انا قاعد معاك لوحدي. لا وانت جذاب. بقى الواد مش كان يبقى هنا، يولد بره على امي بكليتي، وانا والمسيحي الحي ما كنت هواف. هي دي معقوله؟ ايوه اقعدي احرجي في دمك انت على حته كلب ما يستاهلش. يا وليه هو انا بقى في حاجه؟ ده هي يعني انا مديك الكليه؟ ها؟ بلاش يا ستي، خديها مني وهتبقى حاجه مني شايلها جواكي. اسكت بقى يا ماهر، انا مش عايزه حاجه. يا وليه يا جاموسه، انا راجل مشلول ومحتاج اللي يخدمني. هعمل ايه بعد ما تروحي مني يا سعديه؟ ها؟ هروح فين؟ مش هيحصل لي حاجه يا ماهر، اطمن. هنستنى ايه اكتر من كده؟ وهبنك لو يحط في عينه حصوة ملح كان بعت لنا قرشين نزرع بيهم الكلى بدل ما تتمرمط انت ولا تمرمط انا. درع كلى ب 80,000 جنيه، وهو من ساعة ما سافر ما بعتش غير 5,000 جنيه عمر، هيهون عليه يبعت 80؟ لو ليه عجلي؟ اه عايزة تسيبيني الصبح يبهدل فيا حصل لك حاجة. قول بقى انك باصص لنفسك وخايف عليا اموت لحسن ما تلاقيش حد يخدمك. ايوه يا سعدي، انا بحب نفسي، بس ما هو مفيش مني صاحبي، انت شقيانه طول العمر، انت ما تستاهليش كلمه، انت تستاهلي جسمي كله يا صاحبي. خد يا سعدي عشان خاطري.
يا اختي مين رؤوسهم؟ ما تروسي يا وليه منك ليها؟ تشربي حاجة؟ لا. خلي بالك، انت من ساعة ما قعدت ما فتحتش بقك. حاول ايه بس؟ ما انت ملخبط. بص يا منى، انا هجيب لك من الاخر. انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا علق دبوره. ما هو ده اللي انا بقوله. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول ليه؟ بس جواز بينا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ عرفي زي الرسم بالظبط. لغايه ما علق الدبوره كده، عايزك تقفي جنبي. يا نهار اسود. بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ ولا مؤاخذة يعني عشان احنا مش قد المقام؟ هو العرف ده هيبقى رسم بس علق الدبور. انت عارف ان هما بيعملوا علينا تحليات جامدة قوي. التحليات هتفضحني يا بنت. انا بحبك عايزك. وانا موافقة يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجة بقى. نمشي رباط يا متر. انه في يوم الاثنين الموافق 5/8/2010 قد تم تحرير عقد زواج عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد وبحضور الشهود. تفضل حضرتك يا مدير. توقيع النسختين بعد إذنك. النسخة التانية من فضلك. وحضرتك وقعت. النسخة التانية. ألف مبروك السكينة. ألف مبروك. ألف مبروك. النهارده الثانويه بتاعت ابوك يا منى. عارفه يا ام؟ عارفه. طب يا بنتي نجيب لنا كده دستتين كراسي ونعمل له عزا صغير. ده من يوم ما مات يحبت عيني ما خدناش العزا فيه. ما قلت لك مش هعمل عزا غير لما اعرف مين اللي قتل. يا اختي هو احنا في الصعيد هنا؟ بقول لك ايه بقى، قفلي على الموضوع ده. قفلي. قفلنا. بقول لك ايه، صلاح جالي المحل النهارده ووشه مقلوب. قلت له ايه؟ زي ما قلت لي، راحت تقعد لها يومين عند خالها. اتجنن. خالها مين؟ ومن امتى طلع لها خال؟ وليه طول النهار قافله الموبايل بتاعها لما فرام لي نافوخي؟ انا عايزاه بقى يتجنن، عايزاه كده يقعد على نار عشان يعرف ان بنات الناس مش لعب. انا نازله افتح المحل يوم. محل ايه؟ يفرش شايفك هتقولي له ايه؟ عادي يعني، لسه راجعه من عند خالي. فيها حاجه دي؟ يا اختي ده انت بنت محدش يقدرك. كل الناس تشوفنا. عارف اللي احنا فيه ده؟ يا بنت احنا متجوزين. بس ده بيني وبينك الناس ما تعرفش. ده لو الناس في الحته عرفت دول قطعوك. وهون عليك.
امال اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا دي الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا، بس لك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديده اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلك. وانا يعني مش زي بقيه البنات ما تعملليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا لو انت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبور هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليكي مفتاحه، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجه. صبرني يا رب. مش عارفه ليه مش مصدقاك. بكره صدقني، انت عارفه قد ايه بحبك. انت تلاقيك مش قايل لاهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو حظ اسود. على راي امي المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا. يا بنتي تعالى اوريكي الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش اعرفك اللي هي اخت اسمها صفاء. قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب اقفلي على الموضوع ده انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته. بلاش. اتعرف عليها انا وانا صغير. ايه النمرة دي؟ الو الو، انا اسمي منى، زي ما تقولي كده يعني خطيبة اخوكي. ايه؟ هو صلاح طبعا هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شوية لحد ما ياخد الشهادة. انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض. طبعا اكيد. اخيرا صلاح عرف واحدة. بجد انا مش قادره اقول لك انا قد ايه مبسوطه. بس بقول لك ايه، انا لازم اشوفك. لا لا طبعا ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكره لو عايزه. ماشي. سلام. طب ولو عرف انك كلمتيها؟ ما يعرف. هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني اطمني، ده لبدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل، مش عاجب المره دي، ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا اما سيبيني سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. استر يا رب. الو. ايوه مين؟ عادل. فكرت انك ليك اهل تسال عليهم. احنا تمام يا ابني. امك تعبانه قوي يا عادل. دعيلها يا ابني انها تقوم بالسلام. قلنا حاجات كتير، ده احنا حتى مش عارفين نغير لها الكلمه. بقول لك تعبانه، انت ما بتحسش. يا ريت تلحقها يا عادل، نفسها تشوفك قبل ما يحصل لها حاجه يا ابني. حاضر حاضر، مش هقول لها مش هقول لها. يلا مفاجأة مفاجأة، بس يا ريت تصدق المرة دي. ها، مع السلامة يا دمار. مع السلامة. يا ريت تيجي يا حبيبي، أنا كمان نفسي أشوفك قوي. انا هنا يا صفاء اهو، انا قاعده بقالي ربع ساعه مستنياك. انا هنا اهو رافعه ايدي لابسه اشار بحر. شفتك شفتك، تعال. ده انت زي القمر. ايه بيقولي لاخوكي؟ طب اقعدي تشربي ايه. بقول لك ايه، انا اللي عزماكي وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحسن مش شاربه حاجه. ماشي يا ستي انا معزوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هو انتي ما صدقتي ولا ايه؟ انتي بخيله زي صلاح. قولي لي قولي لي احسن، انا حاسه اول مره اكتشف صلاح. لا هو ان جيتي للحق يعني هو حنين.
واللي في جيبه مش ليه. طب احكي لي انتوا تعرفوا بعض ازاي؟ يعني انت زميلتنا في الجامعه؟ لا انا مش مكمله تعليم. غريبه. اصل اكيد صلاح بيحبك قوي. ليه؟ ما تزعليش مني، اصل صلاح طول عمره كان نفسه يتجوز واحده جامعية. هو ما لمحلكيش بحاجه كده ولا كده يعني؟ لا خالص، هو انا وصلاح اخوات، بس زي ما تقولي كده بينا وبين بعض حواجز. يعني هو بيخاف عليا قوي وما بيحبش، او بمعنى اصح بيتكسف يتكلم معايا في موضوع المشاعر. مقفل؟ ما انا عارفه صلاح، انت هتحكي لي عنه. الا مقفل ده، رفض زميلي في الجامعه لما جه يتقدم لي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بره. وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتم وهزقه وطرده. بصراحه بقى مش عارفين نعمل ايه. ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي هسلك لك امور. يا ريت يا منى يسمع من بقك ربنا، احسن احنا بصراحه واقعين في مشكله جامده. مشكله ايه يا اختي بعد الشر؟ احكي لي. لا هو انت يعني عايزه على طول كده تعرفي كل حاجه؟ ما انت هتحكي لي. هتحكي لي النهارده بكره، هبقى مرات اخوكي. وانا يا ستي حماك. قولي لي بقى صلاح تقدم لك ازاي؟ مش فاهمة. يعني الشكل الارتباط كان عامل ازاي؟ جيل مامتك جيل باباكي؟ عادي يعني، اتقدم لي قرينا الفاتحة ولبسنا دبة. غريبة قوي. امال ليه يعني ما جابلناش سي؟ ما هو مستني ينجح ويعلق الدبور. والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متاكد؟ ايوه نجح. رد بقى، ده انا عايز افرحك. اخويا ما ترد. ايوه مين يا اللي بتخبط؟ مين؟ صلاح يا ام صلاح. ايه صلاح؟ ايه صلاح؟ ما انت معاك المفتاح يا معايا المفتاح، بس ماليش مزاج افتح. لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا ام، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. ألف بركة يا حبيبي. ألف بركة. صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحية من النار. تمام يا حضرة الظابط. يا بنت كريم يا رب، الله تصبر خير يا رب. تقدير جيد مش زي ناس. قصدك ايه يعني؟ كل ده عشان جايبة التقدير الشعبي؟ أنا النهاردة ملك الدير، اطلبوا اللي أنتوا عايزينه، أكل شرب لبس مصيف، اطلبوا. إن شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك إيه؟ عايزك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحة فرحتين. ان شاء الله يا ام، بس انا ما بنقيه بتعيلي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي. انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندي. وانت يا حبيبي؟ وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميري علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا ام. الو. ايوه صفاء. ايوه يا منى ازيك؟ صلاح نجح؟ عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده، معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول. ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلامي لحضره الظابط. مع السلامه، باي باي. صفاء. صفاء. الله، شكل حلو في البدله. طبعا زي القمر، احلى ظابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده، طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. انت مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في الاسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في الاسم. خد علقه دي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في الاسم. من مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ خالتي هدى هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه صلاح مالك في ايه؟ انا كنت فاكراك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتيها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردتهم في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده سوامي من غير ما تقولي لي؟ سوامي دي بتقول انها خطيبتك. كدابه، دي بنت ربط. انا كانت تصعب عليا يعني بعطف عليها؟ دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته. يا نهار اسود، طب انا اعرف منين؟ عشان حماره وغبيه، عشان لما واحده تكلمك المفروض تيجي تتصل بيا وتقولي لي ايه اللي حصل. انا هخطب واحده زي دي؟ ما شفتيش منظرها؟ لبسها؟ انا شايفاها كويسه قوي. وانا بقى هوريها وهوريك انت كمان. ولما تيجي امك عايزه اعرف ازاي انت خرجت من غير اذن.
ايه يا منى؟ انت نسيتي نفسك يا بت؟ عايزاني ارجعك السجن تاني؟ في ايه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيتي نفسك؟ اسم صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي ولا هدخلك بيتنا؟ دي يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمت ودنك. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بيننا. الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها. ايه اللي امي واختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم. هفعصك يا منى زي الصرصار تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع؟ بتصرفي انت وامك واخواتك منه؟ ما تحمدي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعه بلحها. صاحب المحل اظن عارف مكانه فين، ابقى اطلع له وقطع العقد. اصله بيخاف منك يا حضره الضابط. شغل الرقص ده ما يتعملش معانا يا بت. لمسح بكرامتك الحاره. انت والمحل وصاحب المحل تولعوا بجاز وسخ. اللخت يا منى. خالتي سعديه فين؟ ما خرجتش ليه؟ البقيه في حياتي. الست سعديه ماتت. ماتت ازاي؟ كنت سعديه ماتت؟ بس بيقول ان ابنك وهم طالعين اهو. ابويا عادل، اخيرا شفتك يا حبيبي. وحشتني يا ابني. وحشتني يا عادل. وحشتني يا حبيبي. وحشتني يا حبيبي. ايه اللي حصل لك ده يا ابويا؟ طمني عليك. ده موضوع كبير بدي احكي لك عليه. طمني عليك. تعال تعال. جول يا ابويا. اهلا يا بنتي، اهلا. اتفضلي اتفضلي. طمني عليك يا ابويا. انا في خير يا ولدي، المهم امك هتموت عليك. امي؟ انا عايز اروح لامي المستشفى دلوقتي. ايوه يا ولدي، بس استريح شويه من الطريق. يا ابويا يعني مش هينفع اقعد. جوليا مش هتستحمل الشقه. امال نعمل ايه؟ انا وامك اللي قعدنا طول عمرنا فيها. اللي يعجبك يا ولدي. يا خليك انت مستريح واديني عنوان المستشفى، اروح اطمن عليها وارجع لك. طيب يا ولدي، بس اقعد 5 دقايق مع ابوك. ها؟ 5 دقايق. قولي لي يا جوليا والنبي 5 دقايق. ها؟ بس اخسف ابوك ولا 5 دقايق. هقعد يا مع السلامة. جبت كفن؟ بيبوسة مسحية؟ خد الكفن اهو، بيبوسة مسحية. متأكدة؟ طبعا متأكدة، حتى كان بيعرض على امي. يابا انا لازم امشي دلوقتي يا دوبك عشان الحق الطيارة. اشوف وشك بخير. خلاص؟ جاي تدفن امك ومسافر؟ يابا انا هقعد اعمل ايه؟ انا حتى اليومين دول واخدهم اجازه بالعافيه. روح يا ولدي روح. قبل ما اموت نتصل بيك تنزل تدفن. يابا بتقول الكلام ده بس ليه؟ بقول اللي هيحصل يا عادل. مش انت خلاص عملت مستقبلك؟ واتجوزت واحده بيضة وحلوه وشعرها اصفر؟ مش ده اللي كنت بتتمناه يا عادل؟ بس احنا لينا حق عليك انا والمنيه اللي ماتت. احنا اللي ربيناك وكبرناك وعملناك راجل تعرف تقف على رجلك وتعرف تسافر وتركب طيارة وتتكلم مع الخواجات وتتجوز منهم، ولا مليش حق عليك يا ولدي؟ يابا حقك محفوظ يابا. محفوظ؟ محفوظ فين؟ انت حتى ما سألت. انت كان ممكن اتعالج من الشلل اللي انا فيه.
ولا حتى فكرت توديني الدكتور يكشف عليا ويطمنك. انت قلت الراجل كبر خلاص وجرب يموت ملاها مصاريف بقى. يابا بالعكس، انا كنت اقول لك اكشف وابعت لي الكشف وانا اوديه هناك لحد من الدكاتره كويس. روح يا ابني روح، ربنا يسهل لك ويرزقك بالعيال، بس يكونوا حنينين عليك يا ولدي. اصل الحنيه ما بتتشحتش يا عادل، انا وامك كنا بنشحتها منك على طول يا ولدي، وبرضه ما بنتعيش عليك. بقول لك ربنا يرزقك بالعيال ويكونوا حنينين عليك عشان لما تكبر تلقى اللي يسندك يوقف في ظهرك. صدقني يابا انا كنت موصي ناديه توديك عند حد من الدكاتره تكشف وتبعت لي الكشف. روح يا ولدي روح عشان تلحق طيارتك. اشوف وشك بخير يابا. ما تزعلش مني يابا، انا اتصل بيك. الو مين؟ ايوه يا باشا بتاع الحكومة، روح شارع العرايس نمرة 40 شقة 5 وشوف الأنسة أختك بتعمل ايه. انت مين يا بنت ال... الو عمار! يا اخويا في ايه؟ مالك؟ صفاء فين؟ ايه الصفاء بقت عند خالتها؟ مش هناك، البنت مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى، حين بقى المكان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها. طلعتيها يا عمار! يا لهوي! صلاح! مالها صلاح في ايه يا صلاح؟ يا حبيبتي يا بنتي! يا حبيبتي يا بنتي! ايه ده انت مستني حياتي؟ لا خالص. استني اروح اشوف مين. قتيل وتمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته، هي اختك احسن من ابويا؟ انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. وانا ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارفه. انا كنت بقضي وجبي. وانا كمان كنت بقضي وجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش اسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ ايه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك. انت ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي اتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. النبي يابا تيجي تقعد معانا اليومين اللي جايين دول. ايوه وما تقولش لا يا عم ماهر، والمسيح الحي ما هنسيبك تاني اللي تشوفه. يا اختي ربنا يخليك وعقبال عندك يا رب ان شاء الله. مكتوب حاجه وفيس الله يبارك فيك، والنبي حاجه تعيننا اتجوز يا حبيبي. ان شاء الله يا رب يسمع منك كده. مش اي خدمات عايزها؟ تعيش يا كيمو، انما ظبط لي ميكروباص الحاجه. ايوه حبيبي يا كيمو. ربنا يخليك يا رب. شكرا. الله يبارك فيك يا رب وقبال عندكم ان شاء الله كلكم. السلامة يا حاجة، ادعي لنا. يا واد مش هوصيك بقى، والنبي البت دي غلبانة خد بالك منها. فعلا يا أم. يا رب ويرزقكم حتة عيل صغير كده.
مستنيين امر ربنا والبركه فيك يا حاجه وفي ضهرك. يا ادعي لك يا اختي وقلبي حاسس كده ان انا هرجع ابقى حبله ان شاء الله. اسمع من بوك ربنا يا رب يا حبيبي. فتح لهم يا مبروك يا حاجه الفيسه. ترجع لنا بالسلامه يا حاجه. روحي ترجعي بقى بالسلامه يا حاجه. الله يسلمك. خدي بالك من نفسك يا اخي. خد بالك من نفسك انت. يا رب تروح القدس وتقدس هناك ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. توصلي بالسلامه يا حاجه وترجعي لنا يا رب بالسلامه. بالسلامه يا حاجه. بالسلامه يا حاجه. الفتحه امانه. ربنا عالم والله ان شاء الله ارادك الفتحه وربنا يفك عقدك. يا رب قادر يا كريم يا يسمع من بوقك ربنا يا حاجة الفقيسة حبيبة قلبي. ادعي لي ربنا يصلح الولاد يا رب يا رب ان شاء الله. يا انت ربنا يصلح ان شاء الله يا اختي. بس شدي اللي في قلبك انت وكل شيء يبقى كويس. شدي اللي في قلبك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسامح دنيا واخره ان شاء الله يا اختي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. نمسي الحجه كده وخليكي زي القمر. ربنا يكتبها لنا يا رب. البركه يا حاجه البركه. بل عندك ان شاء الله. بقول لك ليك في الطاوله. اتفضل عليك بتحب تبغيني. ادعي لي يا حاجه. ادعي لي ربنا رجع لي نور عينيا يا اخويا. ما افتكرش بقى. ادعي له من ايديا وخلاص. ويخليه لك يا اختي ويبارك لك في اولادك ان شاء الله يا خالتي. يلا امان عليكي من النبي. سلمي لي على حبيبتي وادعي لي. حاضر. ربنا يا بنتي يسترك يسترك دنيا واخره يا حبيبتي. يا حاجه سايقه عليكي النبي. والنبي يا حاجه لا تدعي فتحي ربنا يشفيه. امه اسمها توحيده. ها يا رب فتحي ابن توحيده تسمع مني وتقبل مني يا رب. هاتي لي ميه زمزم معاك يا حاجه. يا حاجه نفيسه والنبي السلام يا امانه. السلام على الفتحة أمانة يا شيخة. ادعيلي 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 ربنا يتوب عليا ويسامحني. تسافر وتيجي بالسلامة يا حاجة والفتحة أمانة يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. عقبال ما نوصل أمك كده وراح تحب يسمع من بقك ربنا. بحبك يا بت. خلص بقى الناس هتاخد بالها. ألف سلامة لعيلنا. ربنا يكتبها لنا يا رب. انتم السابقون ونحن اللاحقون. يابا اللي انت بتقوله ده ما في الساعه. ايه يا ابني في ايه؟ الله ربنا يكتبها لنا. فيها ايه لما الواحد يروح يحج؟ ويا ريت كمان بقى اموت هناك عشان ربنا يغفر لي ذنوبي كلها يا رب. يا رب ايه؟ عايزني اموت يا ابن الكلب. يابا مش انت اللي بتقول؟ انا بامن على كلامك. مش قلت نفسي؟ انا اقول اه لكن انت تقول بعد الشر. بعد الشر عليك يا ابو كريم. طب ايه رايك بقى ان انا مش هموت بالعد فيك؟ ها إيه؟ الله يخليك. ألف سلامة. ست نفيسة طول عمرها بتحلم تحج. هتحج على حساب التلفزيون. بس احنا زي ما احنا يا ولاد. معكش أي حاجة لحسن على لحم دماغي؟ بسألها يا نبت. أنت مالك يا ابني بتتلفت كده ليه؟ أيوه بسألك أنت. يا نغمة أنت عارف إن أنا مبطل من ساعة اللي حصل الواد جمال. بعدين أنت طلاب الحارة بتسألني أنا. تتزعلش عليا يا شكلك مش مبطل. لا والنعم مبطل. وان شاء الله متماسك لحد الان. طب انت عرفت ان انا نقلت نشاطي بره على الشارع؟ بجد؟ اه. يا نجمه مكتوب بقى نجمه من البتاع ده وربنا يكرمك كده. ادعي لي اعرف. ادعي لي. ان شاء الله يا رب الله كده تبعت ان شاء الله وتروح هناك. من الحارة المصرية نقدم لكم صورة حية لوداع أهل الحارة لإحدى الفائزات في مسابقة الحج السنة دي، الحجة نفيسة سيد أحمد. تقولي لنا إيه يا حاجة قبل ما تسافري الأراضي الحجازية؟ يا حبيبتي أقول لك إيه؟ أقول يا رب كبرت خاطري يا رب. الحمد لله لولا ربنا والبركة في التلفزيون وفي الأستاذ تمام. الحمد لله ربنا كتبها لي. مش عارفة بقى أنا أشكره قد إيه وأعمل إيه. يا واد يا واد يا عبد الله. يا واد عشان تطلع في التلفزيون يا واد. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر التلفزيون وبقول يا رب كل ام تحج ان شاء الله. وشكرا يا مصر. شكرا يا مصر. شكرا.